السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ويوم جديد و3 أغسطس 2018. ده طبعا حلقتنا النهاردة، وبتشاهد أو بتشهد اليوم الأخير في الأسبوع الأول من مسابقة الدوري المصري 2018-2019 اللي بدأت فعالياته يوم 31/7/2018 باللقاءات كلها اتلعبت. التسع لقاءات اتلعبت، كل الفرق لعبت. الاتحاد السكندري تعادل مع المقاولين 1-1، بتروجيت تعادل مع الزمالك 0-0، الداخليه تعادل مع وادي دجله 1-1، الانتاج الحربي فاز على حرس الحدود 2-1، نجوم المستقبل او نجوم اف سي تعادل مع طلائع الجيش 0-0، الجونه خسر من المصري 1-0، الاهلي تعادل مع الاسماعيلي 1-1، مصر المقاصه خسر النهارده من سموحه 1-2، وبيراميدز بيفوز في اولى لقاءات في الدوري الممتاز على ام بي 1-0 بهدف لمجدي قفشه في الدقيقه 94. في الجزء الثاني النهارده من حلقتنا ان شاء الرحمن في ملعب الاهلي هيكون معانا كابتن احمد بلال وكابتن اسامه حسني، هنستعرض كل المباريات، هنتكلم في افضل الفرق اللي ادت من خلال الاسبوع الاول، افضل اللعيبه، افضل الاجهزه الفنيه او المدير الفني من وجهه نظرهم. طبعا الكلام لسه بدري، انا بتكلم في الاسبوع ده بس، يعني الحاجات اللي ذكرتها في الاسبوع الاول بس. وجهه نظر الشخصيه، يعني اعتقد ان الاسبوع كله بعد ما اتلعب شفنا كل الفرق قريبه من بعض، كل المستويات قريبه جدا جدا من بعض، كل الفرق محتاجه انها تشتغل على نفسها بما فيهم الاهلي، يعني بما فيهم الاهلي محتاج ان هم يشتغلوا على نفسهم. كل الفرق قريبه جدا في المستوى، شايف مفيش فرقه لفتت انتباهي على المستوى الشخصي. هيبقى معايا كابتن احمد بلال وكابتن اسامه حسني هيقولوا رايهم طبعا، وانتم كمان على صفحتنا، على صفحتنا الرسميه على فيسبوك، قولوا رايكم في الموسم، قولوا رايكم في الاسبوع الاول، قولوا رايكم من خلال مشاركاتكم معانا على صفحتنا على الفيسبوك. لكن اقول وجهه نظر زي ما شرحت لحضراتكم او بقولها مع حضراتكم، اعتقد ان المستويات قريبه جدا، الموسم هيبقى ساخن جدا جدا، وان كان الاسبوع الاول مش على قدر المنتظر او اللي احنا كنا مستنيينه، بس متهيألي ان العجله ممكن، المكنه ممكن تطلع قماش بعد شويه، بعد شويه نشوف مستويات احسن، نشوف سرعه في الاداء اكتر، نشوف رتم احسن بكتير. لكن لحد دلوقتي من خلال التسع مباريات اللي اتلعبت لحد دلوقتي كل الفرق اعتقد ان المستويات قريبه من بعض او شبيهه لبعض، وده هيزود من سخونه الدرع او هيزود من سخونه المنافسه. كل الفرق محتاجه تشتغل على نفسها زي ما قلت لحضراتكم بما فيهم النادي الاهلي، مفيش فرقه لفتت انتباهي او خدت اعجابي او اتشدت ليها بشكل كبير قوي كفرقه مسيطره قوي، يعني مستحوذه قوي، فيها رتم سريع، فيها تقل، امتى تسرع الهجمه وامتى تبطئها، امتى يبقى عندها التحكم في رتم اللقاء، امتى عايزه تزود رتم السرعه في الهجمه، عندها المفتاح بتاع الهجمات. ما لفتش انتباهي اي فرقه من التسعه كفرق مستوى بعيد قوي عن الباقيين، كل الفرق قريبه من بعض زي ما قلت لحضراتكم واشرت قبل كده. فمحتاج ان احنا نشوف الاسبوع اللي جاي اللي هيبدا بكره على طول بمباريات هنذكرها مع بعض في الجزء الثاني يعني. لكن زي ما باكد دي وجهه نظر الشخصيه، ومستني ردودكم كمان على صفحتنا، على صفحتنا الرسميه، صفحه النادي الاهلي على او صفحه قناه الاهلي على الفيسبوك، تقولوا لي من خلال مشاركتكم مين افضل فرقه عجبتكم، افضل اداء، افضل لاعب لفت انتباهكم. لكن على المستوى الشخصي مش شايف ده مستويات بعيده او فروق بعيده، كل الدنيا قريبه. يمكن اتفرجت حتى على النهارده على مباراه مصر المقاصه مع سموحه وبيراميدز مع انبي، مصر المقاصه مع سموحه المباراه حلوه مش وحشه، يمكن مصر المقاصه الشوط الاول كان احسن، الشوط الثاني سموحه احرز هدفين وفاز باللقاء. مصر المقاصه الفعاليه الهجوميه متاثره قوي بغياب جون انتوي، الفعاليه الهجوميه او الانياب الهجوميه مش واضحه ومش ظاهره، فبيوصل كتير قوي لكن اللمسه الاخيره على المرمى مش موجوده. سموحه استغل قدره مهاجميه في ان هو يحرز هدفين، كان له تفوق في النتيجه وهتساعده طبعا في اللي جاي. لكن باكد ان الفرق كلها قريبه من بعض، وعلى اللي عايز ياخد بطوله الدوري يشتغل على نفسه الاول، ما يبصش لحد، ما يبصش لنتائج حد، يبص في النتائج نفسه الاول. هنشارك مع بعض وهنتكلم مع بعض من خلال كابتن احمد بلال وكابتن اسامه حسني في النص الثاني من الحلقه النهارده، ومن خلال كمان مشاركتكم كنتوا معانا على صفحتنا الرسميه، صفحه ملعب الاهلي، وعلى قناه الاهلي من خلال الفيسبوك. طيب من امبارح كده يمكن بدانا نسمع شويه حاجات كده. طبعا الدوري طويل وبتمر بمراحل صعبه ومراحل فيها
بتبقى جيد في المستوى واللي قدر الله النتيجه مش في صالحك، بتبقى متفوق والنتيجه مش في صالحك، بتبقى مستواك قليل شويه والتوفيق يبقى معاك، ده وارد في الكوره. نتائج ممكن تتاثر معاك، ما تقلبهاش دراما، ما تبقاش الدنيا كلها خنيقه ومش شايف مش طايق نفسك والدنيا مش سودة قدام، مفيش كده في الكوره. انت بتلعب دوري يعني كل شويه فيها حاجات متغيره، فلازم اليوم يعدي وتبص للي بعده على طول. النهارده عدى حلو مر، فوز هزيمه تعادل، لازم تبص على اللي بعده على طول، تشتغل على نفسك زي ما قلت لحضراتكم. لازم يبقى عندك الفرقه كلها قريبه جدا من بعض من خلال المشاركات، حتى اللي ما بيشاركش لازم يتحضر بشكل كويس، يبقى في كلام كتير معاه، لان انت هتحتاجه بعد فتره، هتحتاجه في وقت هتبقى في غيابات، في اصابات، في مستوى قليل شوية. فالكل لازم يكون جاهز، لو مش جاهز فنيا لازم يكون جاهز نفسيا، معد او معد بشكل كويس قوي على المستوى الذهني والنفسي، ان انت تدخله في مباراه مهمه تبقى نتيجتها مؤثره في مشوارك في الدوري او في الترتيب ولا حاجه. فلازم اللي انت محتاجه ده يكون متحضر كويس. لكن الدوري بيمر بحاجات كتير جدا جدا جدا، كل الناس لازم تكون مستعديه في مشوار الدوري، وخصوصا كمان الفرق اللي زي الاهلي مثلا اللي بيشارك في البطوله العربيه، بيشارك في البطوله الافريقيه، بيشارك في بطولات محليه سواء دوري او كاس. ففي متغيرات وفي حاجات كتير جدا بتحصل اثناء الموسم، الفصل، ضروره الفصل ما بين بطوله وبطوله، ضروره الفصل ما بين احتياجك لمباراه والاخرى، الهدف من مباراه واخرى، المرحله من مباراه واخرى. اكتر حاجه يعني لفت انتباهي لحد دلوقتي في التسع مباريات اللي اتلعبوا بكل الفرق 18 فرقه، ان ما فيش فرقه عندها التقل اللي اقصده، التقل الفني اللي هي تبقى الفرقه اللي هي تحس ان هي بعيده شويه بمستواها عن الفرقه الاخرى، يعني هي المسيطره قوي. لا، ده في جاب كبير قوي ما بينها وما بين الفرقه اللي بتلعبها، فده ما شفتوش لحد دلوقتي. امبارح كانت مباراه الاهلي و الاسماعيلي، النهارده قبل ما اخد في ماتش امبارح والحالات اللي كان فيها جدل شويه، زي ما قلت لحضراتكم مصر المقاصه خسرت من سموحه 2-1، يبقى كده سموحه مع المصري مع الانتاج الحربي مع بيراميدز النهارده حققوا الفوز. دول الاربع فرق الوحيده اللي حققوا الفوز، الانتاج الحربي وسموحه والمصري وبيراميدز. والغريب في النتائج الاربع ان سموحه 2-1 والانتاج الحربي 2-1 والمصري 1-0 وكمان بيراميدز 1-0. مباراه انبي وبيراميدز كانت متكافئه لحد كبير، يمكن الريتم برضو بطيء شويه من هنا وهنا، لكن الاثنين عندهم استعداد كويس، الاثنين عندهم قدرات مقبوله شويه، ممكن نشوف منهم حاجات احسن في اللي جاي. لكن طبعا بمهاره فرديه المجد قفشه قدر ان هو يخلي بيراميدز يتفوق في اللقاء في اولى لقاءاته، اللي خلي بالكم المستويات قريبه وبيخلي المنافسه زي ما قلت هتبقى شرسه جدا. دي كانت نتائج النهارده. امبارح كان في جدل على المستوى التحكيمي في مباراه الاهلي والاسماعيلي. انا مش بتكلم على كابتن جهاد جريشه، انا مقتنع بيه جدا جدا ومتاكد ان هو واحد من الناس النزيهه جدا في عالم التحكيم، سواء كان على المستوى المصري او المستوى العربي او المستوى الافريقي، محدش يقدر يتكلم في حاجه زي كده ابدا ابدا. لكن في ساعات يعني وانت بتتابع تحليلات او تقييم لاراء حكام، وخصوصا كمان بعد ما انتشار الفضائيات او انتشار القنوات الفضائيه وبعض المحللين الموجودين في القنوات الفضائيه لهم منا كل التحيه والتقدير، لكن في حاجات بتلفت انتباهي مثلا، يعني في حاجات ما بتجابش خالص مثلا، يعني مثلا على سبيل المثال ممكن كره وليد ازارو امبارح ما حدش جابها خالص، يعني ما فيش استوديو تحليلي في اي قناه تانية جابت كره وليد ازارو مثلا، ودي حاجه غريبه جدا يعني، يعني انت ما شفتهاش ولا قاصد ما تجيبهاش ولا ايه الهدف من ان انت ما تجيبهاش مثلا، ليه ما تجيبهاش؟ يعني حاجات برضو ممكن تخليك تستغرب بعض الشيء، يعني كره زي دي مثلا، يعني احنا مش هنستعمانا حد، يعني محدش هيستعمانا مثلا، انا عايزك تشوف الدفعه اللي ورا، ممكن يكون ده محمود متولي، يعني هو محمود متولي مع وليد ازارو، هل دي انت ما شفتهاش مثلا؟ يا سيدي قول لي هي بينالتي ولا مش بينالتي، هاتها على الاقل يبقى الناس شايفه ان انت بتجيبها ورايك انها مش بينالتي مثلا، يعني يعني هات الدفع بس وقف عندها سنه، الايدين بتاعت محمود متولي لو اتلعبت الكوره هيقول لك ما وليد ازارو لعبها. النهارده احمد الغندور بيحسب كوره زيها بالظبط بينالتي لصالح سموحه، اللاعب برضو شاط الكوره وراحت المرمى، وبعدين حصل تهور من لاعب مصر المقاصه، في تهور،
دي في دفع ولا لا؟ في دفع في وسط وليد ازار ولا مفيش؟ يعني في لمسه اهو، دفع اهو، وبعد كده الراجل ساب ايديه. مش دي المشكله، دي حاجه تقديريه ممكن اساسا يعني ترجع لجهاد جريشه يقول لك دي حاجه تقديريه، شفتها ما شفتهاش، حسبتها ما حسبتهاش، دي حاجه تقديريه مفيش مشكله في ده خالص يعني. لكن انت ما بتجيبهاش اصلا يعني، انت ما بتذكرهاش اساسا يعني. نرجع لكوره الهدف اللي اتلغى بتاع وليد ازار، وكان في مناقشه ما بيني وما بين كابتن سمير عثمان هنا امبارح، والراجل بمنتهى الوضوح قال لا انا شايف ان هي هدف مش صحيح، وان في خطا تم ارتكابه من كولوبالي اوكي لصالح ريتشارد اللي هو المدافع بتاع الاسماعيلي. احساسي الشخصي ان في استعجال بالصفاره من كابتن جهاد جريشه، كان على اثر فاولين عملهم قبل الكره دي على طول كولوبالي في نفس الشوط ده مع مدافعين الاسماعيلي، فقال لك خلاص يعني العمليه متكرره، ففاول ورا فاول يبقى دي كمان فاول. الغريب والعجيب ان انا نفسي اعرف برضو كل المحللين للحالات التحكيميه في الاستوديوهات التحليليه قالوا ايه على هدف المصري، يعني كلهم قالوا ان الكره دي فاول، كلهم قالوا ان الكره. اقف بقى الصوره كده، افتكروا الصوره دي كويس، ركزوا فيها كويس قوي. ويا سلام يا سمير بقى لو تجيب لي جول المصري بس اقطع النص، يعني هات الاثنين يبقوا مع بعض، هات الاثنين كده وقول لي، قول لي كخبير تحكيمي او محاضر دولي او راجل ليك خبرات تحكيميه، ايه الفرق ما بين الصورتين او ايه الفرق ما بين الحالتين؟ هو لحد ما سمير يجيبهم الاثنين اساسا ممكن يكون طلع رحنا. فانا شايف ان ده التحام طبيعي جدا والتحام في الهواء بشكل كبير جدا، وواحد راكب الكوره بشكل كبير. ايه الفرق ما بين ده وده؟ يعني بص حضرتك هتبص تلاقي ان الاثنين قريبين جدا من بعض، ده جول وده اسيست مش جول، يعني ما راحتش جول على طول، دي تتحسب فاول ودي ما تتحسبش فاول. مش دي مشكله يعني، حكم اللقاء شاف حاجه هنا وحكم اللقاء شاف حاجه هنا، مش مشكله، ممكن تبقى حاجه تقديريه والفاول بالنسبه له هو قانون ولوائح وكل حاجه، لكن في النهايه ممكن ما يشوفش دفعه، ما يشوفش ايد، التاني شافها. لكن انت كمحلل او كراجل بتحلل حالات تحكيميه قلت على دي فاول وقلت على ده جول صحيح ليه؟ يعني ايه الفرق ما بين دي ودي؟ القانون واحد. يعني عاده الحكم اللي بيدير لقاء ممكن يختل عليه الامر شويه، يشوف دفعه، التاني ما شافهاش، ايد لمست في ثانيه انت ما لمحتهاش، ما فيش مشكله. لا خلي الاثنين يا سمير لو سمحت، خلي الاثنين بعد اذنك. الاثنين في نفس اليوم 2 اغسطس 2018، الكورتين دول في نفس اليوم، واحده كانت الساعه 6 وواحده كانت الساعه 9. الناس اللي طلعت تحلل الحالات التحكيميه طلعت حوالي الساعه 11 بالليل، قالوا على دي جول وقالوا على دي فاول. أسئلة بتبقى محتاجة توضيح، أسئلة بتبقى محتاجة توضيح. الرأي العام كله بيتفرج، الرأي العام بيتفرج، ولو عايزين يعني تطوير للعبة، ارجع لي يا ياسمين لو سمحت، لو عايزين تطوير للعبة، لو احنا عايزين تطوير للعبة بلاش التليفونات الداخلية، يعني ما تتفقوش على رأي، يعني بلاش التليفونات الداخلية، وممكن تشاركوني فيها لو انتم بتشتركوا مع بعض في التليفونات الداخلية، يعني بمعنى ان اثناء الماتش بيتصلوا ببعض هم الثلاثة او هم الاثنين بيتصلوا ببعض، شاركوني فيها يعني كلنا، ما ممكن بنطلع كلنا مع بعض، يعني على الاقل اطلع معاكم، اوعدكم ان انا هقول زيكم بالظبط، يعني زي ما انتم عايزين انا هقول، بس شاركوني في الرأي برضه، يعني قولوا لي. اصل مش ممكن الصدف دي، عجيبة غريبة. يعني كابتن محمد معروف هو اللي أدار مباراة المصري والجونة، كابتن جهاد جريشة هو اللي أدار مباراة الإسماعيلي والأهلي أو الأهلي والإسماعيلي، الاثنين اختلفوا. مستحيل مستحيل يكون اللي بيحللوا بيتفقوا كل ده 100% كل الحالات كل عمركم 100%. يعني السكريبت اللي بيتوزع عليكم وزعوا ورقة منه عليا مفيش مشكلة، وهقول زيكم برضه، يعني هقول زي ما أنتم عايزين، بس بالشكل ده يعني احنا بنتكلم، سيبك من خبرات لعب وسيبك من كلام، يعني كل ده مش مشكله، لان انت بتتكلم في قانون. طب دي ايه؟ طب انت ما تجيبش الاثنين ليه؟ طب تقول على دي فاول وتقول على دي جول ليه؟ اسئله محيره شويه. الجول بتاع النادي الاهلي امبارح برضو قالوا عليه اوفسايد، يعني قالوا عليه تسلل. الناس اللي بيحللوا الماتشات او بيحللوا الحالات التحكيميه قالوا على جول النادي الاهلي اللي احرزه محمد شريف امبارح تسلل، قالوا ارتدت من جسم
حسني عبد ربه. تمام؟ وخلي بالكم يعني احنا هنبقى في منطقه جدليه هنا. هنبقى في منطقه جدليه ليه؟ لا احنا اساتذه التحكيم ولا احنا خبراء تحكيم ولا شاركنا عمرنا في الامور التحكيميه في حياتنا، بس عندنا صوره وعندنا ذاكره كويسه. يعني عندنا صوره وعندنا ذاكره كويسه. بنفتكر كويس جدا. انا عايز لقطه بس هنا عشان تفصل الموضوع. بصوا يعني لا لسه وانت بتعيد عشان عليها هبني. انا عايزك تشوف وهي بتتلعب من وليد ازارو، حسن عبد ربه رايح يلعب الكوره ولا هي جت في حسن عبد ربه وهو واقف؟ تمام، كمل كمل. حسن رايح يلعب الكوره، حسني رايح يلعب كوره. سيبك من اللي واقف ورا ده مغطي ولا مش مغطي، عشان عمل لك خط كده وهمي وخط مش عارف ايه، وقال لك الكوره اول ما جت من وليد ازارو ده لعبه، ومحمد شريف في موقف تسلل. اقف هنا اقف هنا اقف هنا اقف هنا. لا يعني اول ما قال لك اقف اقف. بص انا عايزك تشوف حسني عبد ربه رايح يلعب الكوره، رايح يلعب الكوره، مش في نيته خالص ان هو واقف. يعني ارتدت الكوره او انحرفت الكوره ما تنطبقش على حسني عبد ربه في القانون. القانون بتاع 2018 2019 المادة 11 الخاصة بالتسلل بتقول ارتدت او انحرفت الكورة. لا هي ارتدت من حسني عبد ربه هنا ولا انحرفت من الكورة من حسني عبد ربه، حسني رايح يلعب الكورة. ده الفيفا 2018 2019 قانون كرة القدم 2018 2019. مادة 11 او قانون 11 اللي هو خاص بالتسلل. القانون الخاص بالتسلل بيقول ايه؟ بيقول لك الحصول على فرصة من خلال لعب الكورة أو التدخل مع اللاعب المنافس عند حدوث التالي، تتحسب أوفسايد عند حدوث التالي، أوكي؟ ارتدت أو انحرفت الكورة من قائمي المرمى أو العارضة أو حكام المباراة أو اللاعب المنافس. تعالى لي هنا، تعالى لي كده. يعني إيه؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني الكرة لو ارتدت من القائم أو العارضة، القائم او العارضه والمهاجم بيسدد وزميل ليه واقف في موقف تسلل وهي ارتدت من القائم او العارضه يتحسب اوفسايد وهو في موقف تسلل. طب لو ارتدت من حارس المرمى يتحسب تسلل. طب لو ارتدت من لاعب منافس اوكي يتحسب تسلل. يعني ايه لاعب منافس؟ يعني انت واقف حيطه حضرتك وفي تسديده مثلا زي كره مجدي قفشه النهارده مثلا، يعني مثلا الفاول الجميل جدا اللي احرز بينه مجدي قفشه هدف بيراميدز النهارده، هدف التفوق لبيراميدز. لو جت في الحيطه وراحت لواحد متسلل من لاعب بيراميدز اوكي، هو ده اللي انا اقصده. لكن واحد في نيته اساسا ان هو يلعب كره يلعب يشارك في اللعب مشارك في اللعبه، هي ما ارتدتش منه ولا انحرفت منه. انحرفت يعني ايه؟ قلش بلغتنا كده بلغه الكوره، قلش الكوره، يبقى دي انحرفت منه او ارتدت منه. يعني هو واقف اصلا، هو واقف لكن لاعب مشارك في اللعبة، لاعب مشارك في اللعبة في أثناء اللعبة وهو بيلعب أو في نيته اللعب جت فيه الكورة، يبقى كده ما ارتدتش يا أبو الكباتن، كده ما فيش ارتداد منها. كده الراجل عايز يشارك، عايز يمنع الكورة، عايز يشارك في الكورة، عايز ياخدها، عايز يطفشها، عايز يلعب كورة. باتو في المهاجم البرازيلي المعروف جدا في 2006 او 2007 مش فاكر قوي بالظبط ايه اللقاء ده كان يوم ايه، مع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه وهي اكبر المحافل الدوليه او من اكبر المحافل الدوليه. حسن مصطفى انا عايزك تشوف باتو فين هنا، ده ايه؟ مين اللي لعب الكوره هنا؟ حسن مصطفى. هيقول لك ما هو حسن اللي لعبها. ما هو حسن لو مش شارك معاه واحد من انترناسيونالي، ان لم تخني برضه الذاكره، ده فريق انترناسيونالي، لو مش مشارك حسن مش هيعمل كده اصلا، مش هينزل على الارض هنا. لو هنا في مصر هنا كان ممكن يقول لك ارتدت من حسن مصطفى. لا، حسن بيلعب لعب هنا، بيشارك في اللعب، مشارك في اللعب، زي ما كان حسني مشارك في اللعب، مشارك في اللعب، مشارك في لعب الكوره اللي وصلت لمحمد شريف. دي كانت حالات تحكيمية أو حالات من الحاجات اللي هي أثيرت امبارح شوية وعملت جدل شوية، وأنا بقول لحضراتكم الموضوع هينتشر كتير جدا. بس رجاء لو حد فيكم بيسمعني أو حد فيكم بيوصل لكم، يعني بلاش التليفونات الداخلية، بلاش التليفونات هنقول إيه، خلي كل واحد يقول رأيه فيكم أو في كل الناس اللي مشاركة في الاستوديوهات التحليلية كلها.
كل واحد يقول رايه، بلاش تتفقوا على حاجه معينه، يلاش بلاش نقول هنطلع بلغه واحده وبكلمه واحده وبقرار واحد. ما ينفعش، ما ينفعش يعني الكلام ده، مش هينفع. واحد بيأثر على واحد، مش هنشيل بعض احنا. ولا انا موافق لو ده هيحصل شاركوني في الراي، يعني شاركوني معاكم وهطلع اقول زيكم مفيش مشكله، وزعوا السكريبت اللي انتم وزعوه على الناس كلها وانا معاكم مفيش مشكله خالص، يعني نشارك كلنا في الراي. الحاجه الثانيه، مش ممكن تجيب حالات تمام وتبقى قاصد ما تجيبش الثانيه او الثالثه لانها ما كانتش ملحوظه او محسوسه او ملموسه او ما حدش اتكلم عليها. خلاص الشغلانه الاساسيه كحته تحكيميه في حته تحليليه ان انت تجيب اللي ما احنا ما شفناهوش، ان الناس الطبيعيين ما شافوهوش، ما خدوش بالهم منه، زي كره وليد ازارو مثلا. لو واحد جابها في الاستوديوهات التحليليه اللي ذاعت الماتش، ليكوا عندي مثلا ايه يعني، ام مصطفى عامله لي كوبايه شاي محترمه، ليكوا عندي كوبايه شاي. انا بتكلم جد، ليه؟ ده هتلاقيه متكرر كتير جدا في حاجات مش هيبقى عليها اجماع او محدش خد باله منها قوي، بس هو عارفها، هو عارفها لان دي لعبته، ده تخصصه. يعني الحكم الدولي اللي شارك في مليون مباراه سواء كان على مستوى الناشئين والدرجه الثانيه او الدرجه الثالثه والدرجه الثانيه والدرجه الممتازه وبعدين ابطال افريقيا المحليين وابطال افريقيا الدوليين وامم افريقيا وبعد كده كاس قارات ولو ربنا كتب ليه النجاح فيه ولا حاجه وبعدين كاس عالم، شارك فعارف كويس جدا 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 جدا. يعني الحاجات الصغيره زي ما انت في احساسك بلعيب كوره كده، ممكن كوره تروح كده ولا كده فتقول لي لا ده مش قاصد، لا ده قاصد، لا ده كان عايز يعملها كده، لان انت عندك احساس بيه. فهو ده بالظبط اللي انا اقصده، انت بتبقى عارف كل كبيره وصغيره وكل المواقف. الحاجه الثانيه واللي هفضل اتكلم فيها، او الحاجه الاخيره اللي هقفل بيها الموضوع ده وهفضل اتكلم فيها، هي الحكام. الناس دي لازم تاخد حقها، تعترض عليه او تنتقده في حالات تحكيميه، لكن تحترمه جدا على المستوى الانساني وتحاول تساعده ان هو ياخد حقه او جزء كبير من حقه او جزء حتى بسيط من حقه. الناس دي عندها اسر وعندها اولاد وعندها التزامات وعندها حياه اجتماعيه وعندها حياه عايزه تعيش فيها بالشكل اللي يليق بيها وسط الناس. مش ممكن يبقى في تحكيم مباراه ما بين اي فرقتين في الدوري الممتاز ويبقى القيمه الماليه 150 دولار ولا 140 دولار. ما ينفعش، او ما يجيبش حتى 140 دولار، ما ينفعش. والانتقالات عليه والمواصلات والاقامه عليه، ازاي ده؟ ازاي ده؟ ويا ريتهم بيصرفوها اصلا. معلومه مؤكده، اخر ثلاث شهور من موسم اللي فات المنقضي المنصرف اللي راح في لحال سبيله، الناس ما خدتش حقوقها. الناس ما خدتش حقوقها. وبياخدوا زي ما قلت لكم اكتر حاجه 2700 جنيه في الماتش، وكل واحد بيحكم له 10 12 مباراه في السنه، 13 مباراه 14 مباراه، يعني انت بتتكلم في 2700 في 10 بكام؟ 2710 كام؟ يعني انت بتتكلم في حوالي 27000 جنيه. 27000 جنيه ده القيمه السنويه لحكم درجه اولى او درجه ممتاز. ازاي؟ بيجيب لبسه بنفسه، بيبيع مواصلاته بنفسه، تحركاته بنفسه، اقامته بنفسه. هيصرف على اللعبه ازاي؟ هيصرف على الشكل بتاعه ازاي؟ ويا ريتك بتديه اصلا. انا معترض اعتراض كامل جدا على كميه الحاجات اللي بتتعمل ومعسكرات رايح ومعسكرات جاي. يا سيدي ادي للناس حقوقها، ادي للناس يعني المكانه بتاعتها. مش ممكن كل القيمه اللي حوالين الحكام عماله تعلى عماله تعلى عماله تعلى والحكام هم نفس الدرجه الماليه. ما ينفعش. مش هتجيب حكام جامدين. عندنا البنك حكم كويس، وعندنا نور الدين حكم كويس، وعندنا عاشور حكم كويس، ومحمد عادل ده رائع جدا. عندنا كمان طارق سامي ممتاز جدا، سعيد حمزه ممتاز جدا، الحنفي ممتاز جدا، جريشه ممتاز، كل الناس كويسه. وهتلاقي 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 وهتلاقي. لكن الناس دي عندها اسر، هتلاقي القيمه الماليه اللي تليق بيها. احنا هننتقدهم، هننتقدهم في حاله في اثنين في ثلاثه، زي ما قلت امبارح محمد معروف طبعا، كمان في ناس كتيره مش عايز انسى حد يعني. والمساعدين كلهم كويسين، هننتقدهم في الحالات. وهو ده حال الدنيا، من اكبر يعني دوري في العالم واكبر بلد في العالم بتتكلم على الحكام ومحدش بيتكلم معاها، عادي يعني مفيش مشكله، مفيش مشكله. يعني مش دايما هيبقى احنا يعني دايما بنتصيد لبعض الحته ايه، لا ما يعني اكن الحكم حاجه مقدسه، لا مش كده، عادي. ده واحد من منظومه اللعبه وواحد اساسي كمان من نجاح اللعبه او عدم نجاح. طيب عندنا شويه اخبار سريعه كده وبعدين هنتكلم بقى أسامة حسني عن الأسبوع الأول
والافضليه فيه، وانتم كمان شاركونا على صفحتنا على الفيسبوك، على صفحه ملعب الاهلي في قناه الاهلي من خلال مشاركاتكم كمان وردود افعالكم يعني. وهنتكلم اكيد على استعداد الاهلي المصري، والاهلي المصري الاهلي عنده ثلاث مباريات جامدين جدا من بطوله لبطوله لبطوله. عنده المصري يوم الثلاث، وبعدين النجم اللبناني يوم 13، وبعدين الترجي يوم 18. النهارده في يعني تدريب للي شاركوا واللي ما شاركوش، وده حاجه معتاده للناس اللي بتشارك، بتبقى الفتره الزمنيه اقل شويه وحاجات كلها كده حاجات بسيطه. كان في تقسيمه قويه جدا للناس اللي ما شاركتش في اللقاء امبارح. دكتور النادي الاهلي بيقول ان اجاي مش محتاج لعمليه جراحيه، هو مصاب في الرباط الداخلي، وانا كنت اتعورت قبل كده في الرباط الداخلي بس كان من قديم الازل الكلام ده سنه 99 مثلا، دلوقتي بقى في حاجه اعلى بكتير يعني. عاده الرباط الداخلي ما بيحتاجش العمليات الا بقى لا قدر الله لو متفتفت خالص وبايظ خالص يعني، لكن الحمد لله رب العالمين. ماير اللي هو الدكتور الالماني في تقريره لدكتور خالد بهائي دكتور النادي الاهلي قال له ان اجاي مش محتاج عمليه جراحيه. بقى النهارده غاب عن التدريب، وكابتن محمد يوسف مدير الكره في الاهلي بيعاقبه عدم التزامه. بقى انا ما زلت بقول ان هو لعيب كويس وعنده صفات كويسه، لكن صغير في السن، محتاج يتكلم معاه كتير والناس تتكلم معاه كتير ويعده كويس، لانه عنده عنصر من اهم عناصر اللعب في الوقت الحالي على المستوى العالمي، هو عنصر السرعه. كولوبالي خد قلوب الناس شويه في مباراه تاونشيب البتسواني، سواء كان في مصر او بره مصر، كان صاحب هدف الفوز هناك، واداؤه لحد كبير جدا 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 كويس بالنسبه للبدايات. تعال نشوف ونطلع تقرير مع كولوبالي ونرجع لكم من جديد نكمل اخبارنا وبعدين نستقبل ضيوفنا. تأقلمت بسرعه مع اللعيبه واخدت على الجو، وساعدني تاني ماتش ليا مع النادي اجيب جون الفوز، دي حاجه تسعدني جدا. ساعده وسعيدين بيلعب جنبه في الدفاع وساعده كتير وعاملين انسجام منسجمين مع بعض ورا وقاعدين ياخدوا كل الكور المشتركه بيقدروا يقطعوها. بسالته طب خارج الملعب؟ قال خارج الملعب احنا اصدقاء وبنقعد نتكلم كتير مع بعض وبنقعد نهزر وعلاقتنا كويسه. بالنسبه لمحمد نجيب ما حصلش ان احنا لعبنا مع بعض، بس خارج الملعب احنا اصحاب وبنقعد نتكلم في اوقات كتير. هو كان عقده انتهى مع مازيمبي وكان بيفكر يغير البلد، هو من مالي طبعا، فحب يروح بلد جديده تجربه جديده. فلما باتيس كارتيرون كلمه عشان يجي يلعب فالاهلي رحب جدا، فسالته يا ترى انت كنت متابع يعني الاهلي؟ قال انا متابع الاهلي فرقه كبيره. سالته مين اللعيبه اللي كان فاكرها من الاهلي؟ قال اعرف احمد فتحي، بس وائل جمعه كان متابعه جدا وهو صغير وكان بيعتبره مثلا الاعلى، بيحب طريقه لعبه في الدفاع. استغل طوله طبعا بيفيده جدا في الدفاع، وبيفيده برضه بيطلع بيزيد قدام في الكور الثابته وبيجيب اجوان. حاجه كويسه، بنشوف حاجه متميزه. كل ماتش ليه حساباته، ناخد ماتش ماتش. كابتن كارتيرون معودهم على كده، كل مباراه ليها حساباتها. احنا فزنا في الصعب وعملنا الصعب، رحنا بوتسوانا ورجعنا بثلاث نقاط هيفيدونا بعد كده في حسابات المجموعه في الاخر. المهمه في تونس تبقى اسهل بعد فوزنا. كل اللي احنا عايزينه نحافظ على نفس روحنا، الروح القتاليه اللي لعبنا بيها ونلعب بيها في تونس، ممكن نحقق نتيجه كويسه. اول ماتش ليا في الدوري وهيكون قدام الاسماعيلي كمان، بيعتبر تاني ديربي يعني في مصر بعد الاهلي والزمالك، وهيبقى فرصه ان احنا نحقق فيها نتيجه كويسه تبقى دافع لينا وحاجه حافز في الماتش العوده الترجي التونسي في تونس. مع بعض هو اقرب واحد ليه لما جينا مصر، هو بيتكلم انجليزي معاه، بيحاول يخبط معاه في الانجليزي، هو تاني برضه بيجتهد معاه فرنساوي، واليوم يعني علاقتهم كويسه. فكان طبعا لحظه صعبه، لقيت متعور مصاب، فكان بيساعده يعني بيشيله ويطلع بيه الاوضه وبيساعده جوه الاوضه، ده طبيعي لان هم اصدقاء. هو ما بيخافش من الطيران، سافر كتير جدا في بطولات وما بيخافش من الطيران، وبرضه ما عندوش حاجه يحكيها عن الطيران، بس هو ما بيخافش من الطيران. بالنسبه للتاقلم، هو بيقول تاقلمت بسرعه مع في مصر، وما لحقش طبعا ياكل لان على طول في معسكرات، بس هو سعيد وجوده في مصر وبدا يلقط كام كلمه، يمكن الكلمه المعلقه معايا تعالى،
انا بشكر جماهير النادي الاهلي اللي وقفت جنبي وساندتني وساندتنا كلنا كفريق في الوقت الصعب اللي انا جيت فيه لغايه ما حققنا النتيجه كويسه امبارح، وبيوعدهم ان هو يحاول يساعد بقدر الامكان عشان الفرقه تحقق اكبر عدد من الالقاب السنه دي avant la fin de la saison inshallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ويوم جديد و3 أغسطس 2018. ده طبعا حلقتنا النهاردة وبتشاهد أو بتشهد اليوم الأخير في الأسبوع الأول من مسابقة الدوري المصري 2018-2019 اللي بدأت فعالياته يوم 31/7/2018 باللقاءات كلها اتلعبت، التسع لقاءات اتلعبت، كل الفرق لعبت. الاتحاد السكندري تعادل مع المقاولين 1-1، بتروجيت تعادل مع الزمالك 0-0، الداخليه تعادل مع وادي دجله 1-1، الانتاج الحربي فاز على حرس الحدود 2-1، نجوم المستقبل او نجوم اف سي تعادل مع طلائع الجيش 0-0، الجونه خسر من المصري 1-0، الاهلي تعادل مع الاسماعيلي 1-1، مصر المقاصه خسر النهارده من سموحه 1-2، وبيراميدز بيفوز في اولى لقاءات في الدوري الممتاز على ام بي 1-0 بهدف لمجدي قفشه في الدقيقه 94. في الجزء الثاني النهارده من حلقتنا ان شاء الرحمن في ملعب الاهلي هيكون معانا كابتن احمد بلال وكابتن اسامه حسني، هنستعرض كل المباريات، هنتكلم في افضل الفرق اللي ادت من خلال الاسبوع الاول، افضل اللعيبه، افضل الاجهزه الفنيه او المدير الفني من وجهه نظرهم. طبعا الكلام لسه بدري، انا بتكلم في الاسبوع ده بس، يعني الحاجات اللي ذكرتها في الاسبوع الاول بس. وجهه نظر الشخصيه يعني اعتقد ان الاسبوع كله بعد ما اتلعب شفنا كل الفرق قريبه من بعض، كل المستويات قريبه جدا جدا من بعض، كل الفرق محتاجة انها تشتغل على نفسها بما فيهم الاهلي، يعني بما فيهم الاهلي محتاج ان هم يشتغلوا على نفسهم. كل الفرق قريبة جدا في المستوى، شايف مفيش فرقة لفتت انتباهي على المستوى الشخصي. هيبقى معايا كابتن احمد بلال وكابتن اسامة حسني هيقولوا رأيهم طبعا، وانتوا كمان على صفحتنا، على صفحتنا الرسمية على فيسبوك، قولوا رأيكم في الموسم، قولوا رأيكم في الاسبوع الاول، قولوا رأيكم من خلال مشاركاتكم معانا على صفحتنا على الفيسبوك. لكن اقول وجهه نظر زي ما شرحت لحضراتكم او بقولها مع حضراتكم، اعتقد ان المستويات قريبه جدا، الموسم هيبقى ساخن جدا جدا، وان كان الاسبوع الاول مش على قدر المنتظر او اللي احنا كنا مستنيينه، بس متهيألي ان العجله ممكن، المكنه ممكن تطلع قماش بعد شويه، بعد شويه نشوف مستويات احسن، نشوف سرعه في الاداء اكتر، نشوف رتم احسن بكتير. لكن لحد دلوقتي من خلال التسع مباريات اللي اتلعبت لحد دلوقتي كل الفرق اعتقد ان المستويات قريبه من بعض او شبيهه لبعض، وده هيزود من سخونه الدرع او هيزود من سخونه المنافسه. كل الفرق محتاجه تشتغل على نفسها زي ما قلت لحضراتكم بما فيهم النادي الاهلي، مفيش فرقه لفتت انتباهي او خدت اعجابي او اتشدت ليها بشكل كبير قوي كفرقه مسيطره قوي، يعني مستحوذه قوي، فيها رتم سريع، فيها تقل، امتى تسرع الهجمه وامتى تبطئها، امتى يبقى عندها التحكم في رتم اللقاء، امتى عايزه تزود رتم السرعه في الهجمه، عندها المفتاح بتاع الهجمات. ما لفتش انتباهي اي فرقه من التسعه كفرق مستوى بعيد قوي عن الباقيين، كل الفرق قريبه من بعض زي ما قلت لحضراتكم واشرت قبل كده، فمحتاج ان احنا نشوف الاسبوع اللي جاي اللي هيبدا بكره على طول بمباريات هنذكرها مع بعض في الجزء الثاني يعني. لكن زي ما باكد دي وجهه نظر الشخصيه، ومستني ردودكم كمان على صفحتنا، على صفحتنا الرسميه، صفحه النادي الاهلي على او صفحه قناه الاهلي على الفيسبوك، تقولوا لي من خلال مشاركتكم مين افضل فرقه عجبتكم، افضل اداء، افضل لاعب لفت انتباهكم. لكن على المستوى الشخصي مش شايف ده مستويات بعيده او فروق بعيده، كل الدنيا قريبه. يمكن اتفرجت حتى على النهارده على مباراه مصر المقاصه مع سموحه وبيراميدز مع انبي، مصر المقاصه مع سموحه المباراه حلوه مش وحشه، يمكن مصر المقاصه الشوط الاول كان احسن، الشوط الثاني سموحه احرز هدفين وفاز باللقاء. مصر المقاصه الفعاليه الهجوميه متاثره قوي بغياب جون انتوي،
الفعاليه الهجوميه او الانياب الهجوميه مش واضحه ومش ظاهره، فبيوصل كتير قوي لكن اللمسه الاخيره على المرمى مش موجوده. سموحه استغل قدره مهاجميه في ان هو يحرز هدفين، كان له تفوق في النتيجه وهتساعده طبعا في اللي جاي، لكن باكد ان الفرق كلها قريبه من بعض، وعلى اللي عايز ياخد بطوله الدوري يشتغل على نفسه الاول، ما يبصش لحد، ما يبصش لنتائج حد، يبص في النتائج نفسه الاول. هنشارك مع بعض وهنتكلم مع بعض من خلال كابتن احمد بلال وكابتن اسامه حسني في النص الثاني من الحلقه النهارده، ومن خلال كمان مشاركتكم انتوا معانا على صفحتنا الرسميه، صفحه ملعب الاهلي وعلى قناه الاهلي من خلال الفيسبوك. طيب، من امبارح كده يمكن بدانا نسمع شويه حاجات كده. طبعا الدوري طويل وبتمر بمراحل صعبه ومراحل فيها بتبقى جيد في المستوى واللي قدر الله النتيجه مش في صالحك، بتبقى متفوق والنتيجه مش في صالحك، بتبقى مستواك قليل شويه والتوفيق يبقى معاك، ده وارد في الكوره. نتائج ممكن تتاثر معاك، ما تقلبهاش دراما، ما تبقاش الدنيا كلها خنيقه ومش شايف مش طايق نفسك والدنيا مش سودة قدام، مفيش كده في الكوره. انت بتلعب دوري يعني كل شويه فيها حاجات متغيره، فلازم اليوم يعدي وتبص للي بعده على طول. النهارده عدى حلو مر، فوز هزيمه تعادل، لازم تبص على اللي بعده على طول، تشتغل على نفسك زي ما قلت لحضراتكم. لازم يبقى عندك الفرقه كلها قريبه جدا من بعض من خلال المشاركات، حتى اللي ما بيشاركش لازم يتحضر بشكل كويس، يبقى في كلام كتير معاه لان انت هتحتاجه بعد فتره، هتحتاجه في وقت هتبقى في غيابات، في اصابات، في مستوى قليل شويه، فالكل لازم يكون جاهز. لو مش جاهز فنيا لازم يكون جاهز نفسيا، معد او معد بشكل كويس قوي على المستوى الذهني والنفسي، ان انت تدخله في مباراه مهمه تبقى نتيجتها مؤثره في مشوارك في الدوري او في الترتيب ولا حاجه، فلازم اللي انت محتاجه ده يكون متحضر كويس. لكن الدوري بيمر بحاجات كتير جدا جدا جدا، كل الناس لازم تكون مستعديه في مشوار الدوري، وخصوصا كمان الفرق اللي زي الاهلي مثلا اللي بيشارك في البطوله العربيه، بيشارك في البطوله الافريقيه، بيشارك في بطولات محليه سواء دوري او كاس، ففي متغيرات وفي حاجات كتير جدا بتحصل اثناء الموسم. الفصل، ضروره الفصل ما بين بطوله وبطوله، ضروره الفصل ما بين احتياجك لمباراه والاخرى، الهدف من مباراه واخرى، المرحله من مباراه واخرى. اكتر حاجه يعني لفت انتباهي لحد دلوقتي في التسع مباريات اللي اتلعبوا بكل الفرق، 18 فرقه، ان ما فيش فرقه عندها التقل اللي اقصده، التقل الفني اللي هي تبقى الفرقه اللي هي تحس ان هي بعيده شويه بمستواها عن الفرقه الاخرى، يعني هي المسيطره قوي، لا ده في جاب كبير قوي ما بينها وما بين الفرقه اللي بتلعبها، فده ما شفتوش لحد دلوقتي. امبارح كانت مباراه الاهلي و الاسماعيلي، النهارده قبل ما اخد في ماتش امبارح والحالات اللي كان فيها جدل شويه، زي ما قلت لحضراتكم مصر المقاصه خسرت من سموحه 2-1، يبقى كده سموحه مع المصري مع الانتاج الحربي مع بيراميدز النهارده حققوا الفوز، دول الاربع فرق الوحيده اللي حققوا الفوز، الانتاج الحربي وسموحه والمصري وبيراميدز. والغريب في النتائج الاربع ان سموحه 2-1 والانتاج الحربي 2-1 والمصري 1-0 وكمان بيراميدز 1-0. مباراه انبي وبيراميدز كانت متكافئه الى حد كبير، يمكن الريتم برضو بطيء شويه من هنا وهنا، لكن الاثنين عندهم استعداد كويس، الاثنين عندهم قدرات مقبوله شويه، ممكن نشوف منهم حاجات احسن في اللي جاي، لكن طبعا بمهاره فرديه المجدي قفشه قدر ان هو يخلي بيراميدز يتفوق في اللقاء في اولى لقاءاته اللي خلي بالكم المستويات قريبه وبيخلي المنافسه زي ما قلت هتبقى شرسه جدا. دي كانت نتائج النهارده. امبارح كان في جدل على المستوى التحكيمي في مباراه الاهلي والاسماعيلي. انا مش بتكلم على كابتن جهاد جريشه، انا مقتنع بيه جدا جدا ومتاكد ان هو واحد من الناس النزيهه جدا في عالم التحكيم، سواء كان على المستوى المصري او المستوى العربي او المستوى الافريقي، محدش يقدر يتكلم في حاجه زي كده ابدا ابدا. لكن في ساعات يعني وانت بتتابع تحليلات او تقييم لاراء حكام، وخصوصا كمان بعد ما انتشار الفضائيات او انتشار القنوات الفضائيه وبعض المحللين الموجودين في القنوات الفضائيه لهم منا كل التحيه والتقدير، لكن في حاجات بتلفت انتباهي مثلا، يعني في حاجات ما بتجابش خالص مثلا، يعني مثلا على سبيل المثال ممكن كره وليد ازارو امبارح ما حدش جابها خالص، يعني ما فيش استوديو تحليلي
في أي قناة تانية جابت كرة وليد أزارو مثلا، ودي حاجة غريبة جدا يعني. يعني أنت ما شفتهاش ولا قاصد ما تجيبهاش، ولا إيه الهدف من أنت ما تجيبهاش مثلا؟ ليه ما تجيبهاش؟ يعني حاجات برضو ممكن تخليك تستغرب بعض الشيء. يعني كرة زي دي مثلا، يعني إحنا مش هنستعمانا حد، يعني محدش هيستعمانا مثلا. أنا عايزك تشوف الدفعة اللي ورا، ممكن يكون ده محمود متولي، يعني هو محمود متولي مع وليد أزارو. هل دي انت ما شفتهاش مثلا؟ يا سيدي قول لي هي بينالتي ولا مش بينالتي، هاتها على الاقل يبقى الناس شايفه ان انت بتجيبها ورايك انها مش بينالتي مثلا. يعني هات الدفعه بس، وقف عندها سنه، الايدين بتاعت محمود متولي لو اتلعبت الكوره هيقول لك ما وليد أزارو لعبها. النهارده احمد الغندور بيحسب كوره زيها بالظبط بينالتي لصالح سموحه، اللاعب برضو شاط الكوره وراحت المرمى، وبعدين حصل تهور من لاعب مصر المقاصة، في تهور. دي في دفع ولا لا؟ في دفع في وسط وليد أزارو ولا مفيش؟ يعني في لمسه اهو، دفع اهو، وبعد كده الراجل ساب ايديه. مش دي المشكله، دي حاجه تقديريه ممكن اساسا يعني ترجع لجهاد جريشه يقول لك دي حاجه تقديريه، شفتها ما شفتهاش، حسبتها ما حسبتهاش، دي حاجه تقديريه مفيش مشكله في ده خالص يعني. لكن انت ما بتجيبهاش اصلا، يعني انت ما بتذكرهاش اساسا يعني. نرجع لكورة الهدف اللي اتلغى بتاع وليد أزارو، وكان في مناقشة ما بيني وما بين كابتن سمير عثمان هنا امبارح، والراجل بمنتهى الوضوح قال لا، أنا شايف إن هي هدف مش صحيح، وإن في خطأ تم ارتكابه من كولوبالي، أوكي، لصالح ريتشارد اللي هو المدافع بتاع الإسماعيلي. إحساسي الشخصي إن في استعجال بالصفارة من كابتن جهاد جريشة، كان على أثر فاولين عملهم قبل الكرة دي على طول كولوبالي في نفس الشوط ده مع مدافعين الاسماعيلي، فقال لك خلاص يعني العمليه متكرره، ففاول ورا فاول يبقى دي كمان فاول. الغريب والعجيب ان انا نفسي اعرف برضو كل المحللين للحالات التحكيميه في الاستوديوهات التحليليه قالوا ايه على هدف المصري. يعني كلهم قالوا ان الكره دي فاول، كلهم قالوا ان الكره، اقف بقى الصوره كده، افتكروا الصوره دي كويس، ركزوا فيها كويس قوي. ويا سلام يا سمير بقى لو تجيب لي جول المصري بس اقطع النص، يعني هات الاثنين يبقوا مع بعض، هات الاثنين كده وقول لي، قول لي كخبير تحكيمي او محاضر دولي او راجل ليك خبرات تحكيميه، ايه الفرق ما بين الصورتين، او ايه الفرق ما بين الحالتين؟ هو لحد يا سمير يجيبهم الاثنين اساسا ممكن يكون طلع رحنا. فانا شايف ان ده التحام طبيعي جدا، والتحام في الهواء بشكل كبير جدا، وواحد راكب الكرة بشكل كبير. ايه الفرق ما بين ده وده؟ يعني بص حضرتك، هتبص تلاقي ان الاتنين قريبين جدا من بعض، ده جول وده اسيست مش جول، يعني ما راحتش جول على طول، دي تتحسب فاول ودي ما تتحسبش فاول. مش دي مشكلة يعني، حكم اللقاء شاف حاجة هنا وحكم اللقاء شاف حاجة هنا، مش مشكلة، ممكن تبقى حاجة تقديرية، والفاول بالنسبة له هو قانون ولوائح وكل حاجة، لكن في النهاية ممكن ما يشوفش دفعة، ما يشوفش ايد التاني شافها. لكن انت كمحلل او كراجل بتحلل حالات تحكيمية، قلت على دي فاول وقلت على ده جول صحيح ليه؟ يعني ايه الفرق ما بين دي ودي؟ القانون واحد. يعني عادة الحكم اللي بيدير لقاء ممكن يختل عليه الامر شويه، يشوف دفعه التاني ما شافهاش، ايد لمست في ثانيه انت ما لمحتهاش، مفيش مشكله. لا، خلي الاثنين يا سمير لو سمحت، خلي الاثنين بعد اذنك، الاثنين في نفس اليوم، 2 اغسطس 2018، الكورتين دول في نفس اليوم، واحده كانت الساعه 6 وواحده كانت الساعه 9. الناس اللي طلعت تحلل الحالات التحكيميه طلعت حوالي الساعه 11 بالليل، قالوا على دي جول وقالوا على دي فاول. أسئلة بتبقى محتاجة توضيح، أسئلة بتبقى محتاجة توضيح. الرأي العام كله بيتفرج، الرأي العام بيتفرج، ولو عايزين يعني تطوير للعبة، ارجع لي يا سمير لو سمحت، لو عايزين تطوير للعبة، لو احنا عايزين تطوير للعبة بلاش التليفونات الداخلية، يعني ما تتفقوش على رأي، يعني بلاش التليفونات الداخلية، وممكن تشاركوني فيها لو انتم بتشتركوا مع بعض في التليفونات الداخلية، يعني بمعنى ان اثناء الماتش بيتصلوا ببعض هم التلاتة او هم الاثنين بيتصلوا ببعض، شاركوني فيها يعني كلنا، ما ممكن بنطلع كلنا مع بعض، يعني على الاقل اطلع معاكم، اوعدكم ان انا هقول زيكم بالظبط، يعني زي ما انتم عايزين انا هقول، بس شاركوني في الرأي برضو، يعني قولوا لي
اصل مش ممكن الصدف دي عجيبه غريبه. يعني كابتن محمد معروف هو اللي ادار مباراه المصري والجونه، كابتن جهاد جريشه هو اللي ادار مباراه الاسماعيلي والاهلي او الاهلي والاسماعيلي، الاثنين اختلفوا. مستحيل مستحيل يكون اللي بيحللوا بيتفقوا كل ده 100% كل الحالات كل عمركم 100%. يعني السكريبت اللي بيتوزع عليكم وزعوا ورقه منه عليا مفيش مشكله، وهقول زيكم برضو، يعني هقول زي ما انتم عايزين بس بالشكل ده. يعني احنا بنتكلم، سيبك من خبرات لعب وسيبك من كلام، يعني كل ده مش مشكله، لان انت بتتكلم في قانون. طب دي ايه؟ طب انت ما تجيبش الاثنين ليه؟ طب تقول على دي فاول وتقول على دي جول ليه؟ اسئله محيره شويه. الجول بتاع النادي الاهلي امبارح برضو قالوا عليه اوفسايد، يعني قالوا عليه تسلل. الناس اللي بيحللوا الماتشات او بيحللوا الحالات التحكيميه قالوا على جول النادي الاهلي اللي احرزه محمد شريف امبارح تسلل، قالوا ارتدت من جسم حسني عبد ربه. تمام؟ وخلي بالكم يعني احنا هنبقى في منطقه جدليه هنا. هنبقى في منطقه جدليه ليه؟ لا احنا اساتذه التحكيم ولا احنا خبراء تحكيم ولا شاركنا عمرنا في الامور التحكيميه في حياتنا، بس عندنا صوره وعندنا ذاكره كويسه. يعني عندنا صوره وعندنا ذاكره كويسه. بنفتكر كويس جدا. انا عايز لقطه بس هنا عشان تفصل الموضوع. بصوا يعني لا لسه وانت بتعيد عشان عليها هبني. انا عايزك تشوف وهي بتتلعب من وليد ازارو، حسن عبد ربه رايح يلعب الكوره ولا هي جت في حسن عبد ربه وهو واقف؟ تمام؟ كمل كمل. حسن رايح يلعب الكوره، حسني رايح يلعب كوره، سيبك من اللي واقف ورا ده مغطي ولا مش مغطي عشان عمل لك خط كده وهمي وخط مش عارف ايه، وقال لك الكوره اول ما جت من وليد ازارو ده لعبه ومحمد شريف في موقف تسلل. اوفن 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 اوفن، لا يعني اول ما قال لك اوف اوف. بص انا عايزك تشوف حسن عبد ربه رايح يلعب الكوره، رايح يلعب الكوره مش في نيته خالص ان هو واقف. يعني ارتدت الكوره او انحرفت الكوره ما تنطبقش على حسن عبد ربه في القانون. القانون بتاع 2018 2019 الماده 11 الخاصه بالتسلل بتقول ارتدت او انحرفت الكوره، لا هي ارتدت من حسن عبد ربه هنا ولا انحرفت من الكوره من حسن عبد ربه، حسن رايح يلعب الكوره. ده الفيفا 2018 2019 قانون كره القدم 2018 2019 ماده 11 او قانون 11 اللي هو خاص بالتسلل، القانون الخاص بالتسلل بيقول ايه؟ بيقول لك الحصول على فرصه من خلال لعب الكورة أو التدخل مع اللاعب المنافس عند حدوث التالي تتحسب أوفسايد. عند حدوث التالي أوكي، ارتدت أو انحرفت الكورة من قائمي المرمى أو العارضة أو حكام المباراة أو اللاعب المنافس. تعالى لي هنا، تعالى لي كده. يعني إيه؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني الكرة لو ارتدت من القائم أو العارضة، القائم أو العارضة والمهاجم بيسدد وزميل ليه واقف في موقف تسلل وهي ارتدت من القائم أو العارضة يتحسب أوفسايد وهو في موقف تسلل. طب لو ارتدت من حارس المرمى يتحسب تسلل. طب لو ارتدت من لاعب منافس اوكي يتحسب تسلل. يعني ايه لاعب منافس؟ يعني انت واقف حيطه حضرتك وفي تسديده مثلا زي كره مجدي قفشه النهارده مثلا، يعني مثلا الفاول الجميل جدا اللي احرز بينه مجدي قفشه هدف بيراميدز النهارده، هدف التفوق لبيراميدز، لو جت في الحيطه وراحت لواحد متسلل من لاعب بيراميدز اوكي، هو ده اللي انا اقصده. لكن واحد في نيته اساسا ان هو يلعب كره يلعب يشارك في اللعب مشارك في اللعبه، هي ما ارتدتش منه ولا انحرفت منه. انحرفت يعني ايه؟ قلش بلغتنا كده بلغه الكوره، قلش الكوره، يبقى دي انحرفت منه. او ارتدت منه يعني هو واقف اصلا، هو واقف لكن لاعب مشارك في اللعبه، لاعب مشارك في اللعبه في اثناء اللعبه وهو بيلعب او في نيته اللعب جت فيه الكوره، يبقى كده ما ارتدتش يا ابو الكباتن، كده مفيش ارتداد منها. كده الراجل عايز يشارك، عايز يمنع الكوره، عايز يشارك في الكوره، عايز ياخدها، عايز يطفشها، عايز يلعب كوره. باتو في المهاجم البرازيلي المعروف جدا في 2006 او 2007 مش فاكر قوي بالظبط ايه اللقاء ده كان يوم ايه، مع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه وهي اكبر المحافل الدوليه او من اكبر المحافل الدوليه. حسن مصطفى انا عايزك تشوف باتو فين هنا. ده ايه؟ مين اللي لعب الكرة هنا؟ حسن مصطفى.
هيقول لك ما هو حسن اللي لعبها. ما هو حسن لو مش شارك معاه واحد من انترناسيونالي، ان لم تخني برضه الذاكره ده فريق انترناسيونالي، لو مش مشارك حسن مش هيعمل كده اصلا، مش هينزل على الارض هنا. لو هنا في مصر هنا كان ممكن يقول لك ارتدت من حسن مصطفى. لا، حسن بيلعب لعب هنا، بيشارك في اللعب، مشارك في اللعب، زي ما كان حسني مشارك في اللعب، مشارك في اللعب، مشارك في لعب الكوره اللي وصلت لمحمد شريف. دي كانت حالات تحكيميه او حالات من الحاجات اللي هي اثيرت امبارح شويه وعملت جدل شويه، وانا بقول لحضراتكم الموضوع هينتشر كتير جدا. بس رجاء لو حد فيكم بيسمعني او حد فيكم بيوصل لكم، يعني بلاش التليفونات الداخليه، بلاش التليفونات هنقول ايه، خلي كل واحد يقول رايه فيكم او في كل الناس اللي مشاركه في الاستوديوهات التحليليه كلها، كل واحد يقول رايه. بلاش تتفقوا على حاجه معينه، يا بلاش نقول هنطلع بلغه واحده وبكلمه واحده وبقرار واحد. ما ينفعش، ما ينفعش، يعني الكلام ده مش هينفع. واحد بيأثر على واحد، مش هنشيل بعض احنا. ولو انا موافق، لو ده هيحصل شاركوني في الراي، يعني شاركوني معاكم وهطلع اقول زيكم، مفيش مشكله. وزعوا السكريبت اللي انتم وزعوه على الناس كلها وانا معاكم، مفيش مشكله خالص، يعني نشارك كلنا في الراي. الحاجه الثانيه، مش ممكن تجيب حالات تمام وتبقى قاصد ما تجيبش الثانيه او الثالثه لانها ما كانتش ملحوظه او محسوسه او ملموسه او ما حدش يتكلم عليها. خلاص، الشغلانه الاساسيه كحته تحكيميه في حته تحليليه ان انت تجيب اللي ما احنا ما شفناهوش، ان الناس الطبيعيين ما شافوهوش، ما خدوش بالهم منه، زي كره وليد ازارو مثلا. لو واحد جابها في الاستوديوهات التحليليه اللي ذاعت الماتش، ليكوا عندي مثلا ايه؟ يعني ام مصطفى عامله لي كوبايه شاي محترمه، ليكوا عندي كوبايه شاي. انا بتكلم جد. ليه؟ ده هتلاقيه متكرر كتير جدا. في حاجات مش هيبقى عليها اجماع او ما حدش خد باله منها قوي، بس هو عارفها. هو عارفها لان دي لعبته، ده تخصصه. يعني الحكم الدولي اللي شارك في مليون مباراه، سواء كان على مستوى الناشئين والدرجه الثانيه او الدرجه الثالثه والدرجه الثانيه والدرجه الممتازه، وبعدين ابطال افريقيا المحليين وابطال افريقيا الدوليين وامم افريقيا، وبعد كده كاس قارات لو ربنا كتب ليه النجاح فيه ولا حاجه، وبعدين كاس عالم، شارك. فعارف كويس جدا 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 جدا، يعني الحاجات الصغيره، زي ما انت في احساسك بلعيب كوره كده، ممكن كوره تروح كده ولا كده فتقول ايه، لا ده مش قاصد، لا ده قاصد، لا ده كان عايز يعملها كده، لان انت عندك احساس بيه. فهو ده بالظبط اللي انا اقصده، انت بتبقى عارف كل كبيره وصغيره وكل المواقف. الحاجه الثانيه واللي هفضل اتكلم فيها، او الحاجه الاخيره اللي هقفل بيها الموضوع ده وهفضل اتكلم فيها، هي الحكام. يا رجاله، لو الناس متواصله معانا هاتوا لنا نقرا شويه والناس تتواصل معانا شويه. يعني الاهلي بيستعد للمصري طبعا زي ما قلت لحضرتك يوم الثلاث، واخبار كويسه، رجوع احمد فتحي، جاهزيه احمد فتحي، جاهزيه كمان حسام عاشور، ودي من الناس اللي بتعمل تقل في الملعب وبتعمل تحكم في الملعب، في رتم الملعب حتى مع زمايلهم، وجودهم حتى بيبقى له تاثير ايجابي جدا جدا. فلو الاثنين جاهزين دي حاجه تبقى كويسه، وبتخلي الاهلي طبعا بالتاكيد اعلى في شخصيته داخل الملعب. مباراة المصري مباراة في منتهى الأهمية، تسبق مباراة النجم اللبناني وتسبق كمان مباراة الترجي التونسي. لكن زي ما قلت وأكدت دايما إن البدايات لسه الناس قريبة من بعض، حتى الأرقام اللي موجودة في الدوري دلوقتي أو الأسبوع من حيث الأهداف، يعني 14 هدف، لو عملت مقارنة بينها وبين السنة اللي فاتت تلاقي السنة اللي فاتت أعلى، السنة اللي فاتت كان في 20 هدف، السنة دي في 14 هدف في الأسبوع الأول. خلينا نبص دايما لقدام أيا كان، حتى بعد مباراة المصري، حتى بعد المباراة اللي بعدها والمباراة اللي بعدها، لسه المشوار طويل جدا. صحيح المفروض إن أنت في الأول بتجمع شوية حاجات، وخصوصا لما بتقابل فرق قوية أو فرق لها اسم أو تاريخ، وخصوصا الشعبية بتعمل رسائل كتيرة للي بعد كده، لكن في النهاية أنت لازم تبص لبكرة، لازم تبص في اللي جاي، ولازم تحضر له بشكل إيجابي. قلت لكم حسام عاشور في حالة كويسة، وكمان أحمد فتحي في حالة كويسة. بعيد عن الاهلي، لجنه المسابقات بتوقف اداري بتروجيت، كان حصل لقطه كده ما بين اداري بتروجيت ومحمد سمير، لا اسف، اداري بتروجيت واحمد فتوح اللي هو لاعب نادي الزمالك. على اثرها قررت لجنه المسابقات ايقاف اداري بتروجيت، لاعب واداري بتروجيت طبعا
محمد سمير عشان الطرد واداري بتروجيت عشان احتكاكه او مش يعني مش تعدي كلامه مع احمد فتوح لاعب نادي الزمالك. لو في ناس مشاركه معانا يا جماعه او في ناس بعتت لنا عايزين نقرا وعايزين نشارك وعايزين نخلي الناس تتكلم معانا وتتواصل معانا دايما يعني، وده بالنسبه لنا تواصل بيننا وبينكم ودي حاجه كويسه يعني، دايما الناس كلها لازم تستفاد من بعض. احنا انا مقتنع بنظريه في حياتي عامه يعني، الناس مكمله لبعض، مش الناس في احتياج لبعض، الناس مكمله لبعض. ممكن يبقى عندي حاجه مش عندك فنكملها او اكملها لك، وانت كمان نفس الكلام يعني. ومهما كنت ومهما كان دراستك وخبراتك وتعليمك وكل حاجه، لابد ان يبقى في ناس ممكن تدي لك رؤيه مختلفه شويه او رؤيه ممكن تبقى انت مش شايفها، فلو اتكررت او واحد يعني اصر عليها والتاني اكد عليها خلي بالك منها. فنكمل بعض ونشارك مع بعض ونتواصل مع بعض من خلال صفحتنا على الفيسبوك وصفحه ملعب الاهلي. هطلع فاصل وبعدين هستقبل كابتن احمد بلال وكابتن اسامه حسني، نتكلم على احداث الاسبوع الاول اللي اقيمت جميع مبارياتها، كل المباريات اتلعبت، اربع فرق حققوا المكسب، الانتاج الحربي على حساب حرس الحدود، المصري على حساب الجونه، سموحه على حساب مصر المقصه، واخيرا بيراميدز في اول ظهور ليه على حساب انبي. كل النتائج انتهت بعد كده بالتعادل. بعد الفاصل كابتن بلال وكابتن أسامة حسن. اهلا بكم مره ثانيه، ومن اليمين للشمال بقى على طول هنقدم ضيوفنا. كابتن بلال مساء الفل. مساء الفل يا كابتن سعيد، مبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله. بلال اخباره ايه؟ كويس الحمد لله. كله كويس؟ كله تمام الحمد لله. داخل ال 18 برضه ولا خارج ال 18؟ داخل ال 18. داخل ال 18. من الشمال على طول اسامه حسني مساء الفل. ازيك يا كابتن سعيد، اخبارك ايه؟ ايش يا كده يا عم؟ بعض ما عندكم حاجات طبيبه كده. طيب اتكلمت انا في البدايه كده بلال اسامه حوار برضه كده كروي يعني، الاسبوع الاول خلاص خلص. انا قلت وجهه نظر، طبعا تقولوا وجهه نظركم، انا شايف ان المستويات كلها قريبه من بعض وعلى الفرق كلها انها قرفات معدوله معدوله وعلى الفرق كلها انها تشتغل على نفسها بما فيهم الاهلي. قلت ان مفيش فرقه لفتت انتباهي بشكل كبير قوي او فيها فرق جامد ما بينها وما بين الفرقه المنافسه ليها، مفيش فرقه عندها الثقل الفني اللي تقدر هي اللي تتحكم في مجريات اللقاء. لا، حاسس ان المستويات قريبه، حتى الحته الريتم او السرعه والضغط اللي في اماكن ما شفتوش يعني. يمكن ده عشان الاسبوع الاول اللي جاي يبقى افضل. تتفق معايا او عندك اضافه كابتن؟ لا اتفق معاك طبعا. كل اللعيبه مستوياتها الفنيه قريبه من بعضها، ولكن ممكن يختلف المستوى على حسب اللعب الجماعي والاداء الجماعي بتاع الفرق الكبير نفسها. الفرق الكبيره برضو في بدايه الموسم تبقى الامور مختلفه شويه، اللياقه لسه ما اكتملتش، الجاهزيه ما اكتملتش، اللعب الجماعي ما اكتملش تمام، بما فيهم حتى كمان النادي الاهلي لسه برضو ما شفناش برضو الجماليات الكتيره جدا، ما شفناش اللعب الجماعي الكتير، ما شفناش الفنيات الكتيره، وده وضع طبيعي في بدايه الموسم. ممكن الكلام ده يختلف بعد الاسبوع الثالث، بعد الاسبوع الرابع، ونشوف بقى ابتدي نشوف الفوارق ما بين الفرق وبعضها. لكن فنيا دلوقتي طبعا كاسبوع اول كبدايه للدوري العام، لا الامور كلها متشابهه. يمكن انا بس عجبني فرقه المقاولين العرب شويه، لياقه بدنيه موجودين واقفين على رجليهم بشكل كويس. حرس الحدود برضو كفرقه عجبتني شويه، دي الفرقه اللي يمكن عجبتني، دي الفرقه الصغيره اللي انت كنت متوقع ان هي ممكن لما تيجي الدوري الممتاز لا تنزل تاني، او المستوى بتاعها هيكون اقل على حسب مثلا اللعيبه اللي موجوده او استعداداتهم او الكم اللعيبه اللي اشتروها، مثلا عدد الانتقالات للعيبه اللي اشتروها دي كنا متوقعين انها تبقى اقل شويه، لكن الاداء اللي ظهروا بيه في اول مباراه لا اداء جيد. فانا شايف اتفق معاك طبعا يا سعيد ان المستوى قريب، هيفرق بعد كده الفرق الكبيره ممكن تفرق بشكل كبير، ممكن تفرق على الفرق الصغيره بعد الاعداد، بعد الانسجام، بعد الخطط، بعد ما المدير الفني يقدر يقرا كمان الفرق الثانيه ويقدر يقرا اللعيبه بتاعته. النهارده مستر كارتيرون لسه برضه ما قدرش يقرا لعيبه النادي الاهلي، ولسه ما قراش لعيبه النادي الاهلي كويس، لسه ما تعرفش عليهم بشكل جيد. اعتقد الاسبوع الثالث الرابع هيبتدي يقرا اللعيبه بشكل كويس جدا، هيبتدي يعرف مين يستحق يلعب مين ما يلعبش، مين يلعب هنا، هيبتدي يشوف برضه التكتيك بتاعه اللي هيلعب بيه هل ممكن يغيره ولا هيستمر على كده، ويبتدي برضه النادي الاهلي والفرق الكبيره تفرق عن النادي الصغير. كابتن اسامه، هي دايما البدايات يا كابتن سيد بتبقى في بطوله الدوري بتبقى هاديه شويه، لكن السنه دي البدايات مختلفه. شفنا هديه هاديه برضو يعني، مش لا يعني النهارده الفرقه كان عندها فتره اعداد، ممكن كل فريق كل مدير فني يقدر يجهز فرقته بشكل كويس. التدعيمات اللي دخلت شفناها النهارده بشكل كويس، المقاولين العرب ماشي عدد كبير من عنده نزل بعمار السنيه، شفنا عامل تيم كويس كابتن علاء نبيل، شفنا بتروجيت برضو الكابتن طارق يحيى استغنى عن عدد كبير، النهارده دخل عناصر صغيره نظرا للانفاق في بتروجيت او المقاولين مش كبير
زي أندية تانية، بدأ يدعم من الدرجة التانية، بدأ يظهر عناصر مميزة من قطاع الناشئين. لكن بطولة الدوري مختلفة عن بطولة كاس مصر، مختلفة عن بطولة السوبر مصر اللي بتبقى مباراة أو خمس مباريات. بطولة الدوري عايزة مشوار ونفس طويل. لازم يبقى عندك لاعبين مميزين، 11 لاعب زائد حارس مرمى، زائد عندك دكة قوية تقدر تستعين بيها في المباريات، تقدر تغير طريقة اللعب. فمشوار الدوري مشوار طويل، اللي عنده النفس، اللي عنده، مش هنقول عنده 11 لاعب، لا، انت لازم يبقى عندك 20 لاعب على مستوى عالي، لازم كلهم يبقوا جاهزين بدنيا، جاهزين بدنيا فنيا، عشان تقدر تستمر في المنافسة. يعني مش هنقدر نحكم على شكل الدوري. احنا النهاردة لو بنشوف شكل الجدول الدوري النهاردة هتلاقي فيه فرق متصدرة. في مرة من المرات يعني كان الرجاء اللي نزل درجة تانية ثلاث أسابيع مظبوط كان متصدر الدوري يا كابتن بلال. بعد كده كان الرجاء بينافس وهبط في السنة دي. فالنهاردة لسه مشوار الدوري طويل. كل فرقة طبعا يعني بتسعى انها، كل الفرق عملت تدعيمات بشكل كبير السنة دي. كل مدير فني دلوقتي هيقدر يشوف فرقته بشكل افضل خلال الاسابيع اللي جايه. في اصابات برضو، انا بتكلم عن النادي النهارده، في اصابات مهمه جدا زي وليد سليمان، زي احمد فتحي، زي عاشور، عشان ان شاء الله يرجع بالسلامه، يعني اصابته هتطول شويه. عناصر مهمه جدا تقدر تدخل وتدعم في صفوف النادي الاهلي. يعني ده بالنسبه لبدايه بطوله الدوري. بلال، يمكن 9 مباريات، اخد رايك مين المباراه المفاجاه بالنسبه لك في نتيجتها؟ يعني الانتاج تعادل مع المقاولين، الزمالك تعادل مع بتروجيت، الداخليه تعادل مع وادي دجله، الانتاج كسب حرس الحدود، نجوم اف سي اللي هو المستقبل او النجوم كسبوا طلائع الجيش او تعادلوا اسف مع طلائع الجيش، الجونه خسر من المصري، الاهلي تعادل مع الاسماعيلي، مصر المقاصه خسر من سموحه، وام بي خسر من بيراميدز. ايه المباراه او النتيجه اللي كانت بالنسبه لك مفاجاه؟ على حسب سير اللقاء، يمكن المصري مع الجون، هي على حسب سير اللقاء. حتى كمان مباراه النهارده بالنسبه لي، مباراه بيراميدز وامبي برده على حسب سير اللقاء. الشوط الثاني كان برده امبي متفوق، امبي كان الافضل، ضيع 3-4 فرص في الشوط الثاني، كان الافضل حتى الجاهزيه البدنيه. بس تيجي هنا المهاره الفرديه ودي ليها عامل ده، وضع طبيعي يعني، ده وضع طبيعي. احنا بنتكلم وضع طبيعي، جاب جول عالمي بصراحه. طب في لعيبه، يعني كنا المره فاتت اتكلمنا ان في لعيبه يعني هي دي اللعيبه اللي بتصنع الفارق في اي وقت طبعًا. من كره ثابته، من مهاره فرديه، من تصويبه، دي اللعيبه اللي بتصنع الفارق، ودي مهمه جدا تكون موجوده في كل الفرق. صح، والفرق الكبيره طبعا، يعني النادي الاهلي فيها اسماء كبيره جدا بتصنع الفارق طبعا. ولكن المباراتين يمكن هما دول المباراتين اللي سر اللقاء عكس النتيجه. النهارده يمكن امبي، احنا انا توقعت ان امبي هيكسب النهارده. 3 فرص في الشوط الثاني يعني مؤكدين لامبي ان هم يسجلوا هدف، ولكن اضاعوا الفرص، ما كانش في توفيق او كان في حسن تعامل مع المهدي، كان يعني يمكن صد كورتين رائعين جدا جدا جدا. وبرده يمكن امبي جالهم انفرادين في اخر، يمكن في حوالي في الدقيقه 67 او الدقيقه 78، انفرادين كانوا يعني سهلين جدا انه يجوا اهداف ويبقى وتخرج نتيجه لصالح امبي. المباراه الثانيه مباراه الجونه والمصري، الجونه كان افضل بشكل كبير بالشوط الاول، كان مستحوذ على اللقاء، ضيع برده 3-4 انفرادات كانوا سهلين جدا. يمكن الاداء كان عكس النتيجه، حال الاهلي مع الاسماعيلي. الشوط الاول النادي الاهلي 3 اهداف محققين للنادي الاهلي، الشوط الثاني بيجي فيك هدف نتيجه كرة اتلعبت، ما كانش في تغطيه، كان في سوء تقدير من المدافعين، سجل اسماعيلي هدف، انت تعاني عشان تسجل هدف ثاني قدام فرقه خلاص ابتدت تتنظم دفاعيا. فدي يمكن المباراتين او الثلاثه اللي كان سير اللقاء عكس النتيجه بالنسبه للـ9 مباريات اللي اتلعبوا في الدوري العام. طيب اسامه، ايه المباراه اللي كانت بالنسبه لك يعني في نتيجتها مش متوقعه؟ مباراه بتروجيت والزمالك. الزمالك مفترض ان هو السنه دي، يعني اللي اتقال قبل بدايه الموسم، التدعيمات بدايه من الجهاز الفني، جهاز فني على اعلى مستوى، جروس تاريخ كبير، تدعيمات على مستوى اللاعبين، جاب عدد اللاعبين، استخدم عدد لاعبين كتير برضو، لاعبين على مستوى عالي. لكن مش هقول النتيجه، الاداء كان امام بتروجيت، كان بتروجيت هو الافضل، هو اللي اضاع الفوز، ضيع فرص كتير برضو. فكان اداء الزمالك هو اللي لغز. فدي كانت يعني نتيجه غريبه في بدايه الدوري، ان الزمالك قدام بتروجيت المفروض عنده الهدف هو الاكبر. المباراه الثانيه برضو نجوم المستقبل وطلع الجيش.
نجوم المستقبل بيمر يعني قبل الموسم كان في استقرار. هم النجوم بقى يعني خلاص. هو قال لك انا وصلت للدوري فالمستقبل خلاص اتحقق. نجوم اف سي. نجوم اف سي. النجوم اف سي. فكان الكابتن ضياء السيد كان في استقرار فني بدا مع السيزون مع الفريق. بدا فتره الاعداد عارف التوليفه اللي كان هيلعب بيها تمت اقالته. فانا توقعت ان ممكن نجوم المستقبل يحصل عنده عصره في بدايه الموسم. انه يخسر ممكن في اول مباراه خاصه ان طلع الجيش مستعد استعداد كويس. لكن انا بشوف ان النقطه اللي خدها نجوم المستقبل في بدايه الموسم دي يعني ممكن تدفعه للامام بالرغم ان نجوم المستقبل يعني نجوم اف سي ما كانش عندهم يعني لسه ما استقروش على الجهاز الفني او القياده الفنيه للفريق. طيب حد من اللعيبه في ال 18 فرقه اللي لعبوا لحد دلوقتي التسع مباريات اللي اقيمت لحد دلوقتي في لعيب لفت انتباهك يعني شد نظرك بلال ولا؟ والله كل اللعيبه بص كل اللعيبه تقريبا مستوى قريب يعني لسه ما فيش حد فاز في يعني او ما حدش يلفت الانتباه وده ممكن تقول عليه ان هو ممكن يكون مستقبل مثلا او هيبقى من افضل اللعيبه اللي موجودين في الدوري العام السنه دي. ممكن يكون الجاهزيه البدنيه كابتن سيد ليها دور ممكن يعني اللعيبه برده ما جهزتش بدني لسه لحد دلوقتي لسه اللعيبه ما اكتملتش اللياقه البدنيه بالنسبه لها برده ما فيش ماتشات ما لعبوش ماتشات كتير في بعض الفرق ما خدتش فتره كبيره جدا هي تعمل فتره اعداد جيده بالنسبه لها فلسه برده الملامح لسه مش واضحه بالنسبه لها يمكن حتى النهارده في كل المباريات اللي احنا اتكلمنا عليها التسع مباريات برده بنشوف ان اللعب الطابع الجماعي هو اللي غالب برده على اللعيبه باستثناء ان كره ثابته مثلا زي مباراه النهارده مثلا مجدي قفشه بيسجل هدف لكن الاداء المهاري بالنسبه للعيبه او الحلول الفرديه لسه ما اتوجدتش لسه ما شفناهاش في ال... طيب كابتن اسامه عجبني صراحه في اول لقاء كان بين الاتحاد السكندري والمقاولين العرب طاهر محمد مهاجم نادي المقاولين العرب صراحه احرز هدف من احلى الاهداف صراحه في بدايه الاسبوع الاول هدف كان من باص الاستلام حتى الاستلام في حركه في تسديده قويه كان الاستلام موفق فيه جدا يعني الاستلام كان هو يعني نص الهدف زي ما بيقولوا فعجبني طاهر محمد في لقاء المقاولين العرب والاتحاد السكندري. تاني واحد برضو عجبني امبارح في مباراه الاهلي والاسماعيلي كان ناصر ماهر عجبني دخوله في المباراه عجبتني برضو شخصيته عنده شخصيه النادي الاهلي ما كانش راهب الموقف يعني ان شاء الله يعني عمل امبارح 60 دقيقه كان موفق فيهم دي ان شاء الله ممكن يعني يبني عليهم خلال الفتره الجايه واكتشاف يعني هنا مثلا رايح وبيواجه حتى في التسديده اللي شاطها امبارح خلي بالك يعني ناصر ما بقاش صغير ناصر برضه انت بتتكلم في 21 سنه دلوقتي 21 سنه وشويه اهم حاجه كانت سيد البدايه مع النادي الاهلي النهارده البدايه بتاعتك هي اللي بتديك الثقه بعد كده ممكن تاخد فتره لما تتاقلم وتدخل الفريق دي ممكن تاخد منك وقت لكن امبارح باداء وحتى الناس كلها اثنت عليه بالاداء برغم تعادل النادي الاهلي وهو خارج والنادي الاهلي خسران كان حتى مستر كارتيرون امبارح قال يعني انا ما قدرتش اديله 90 دقيقه ان هو لسه مش جاهز بدنيا بقاله فتره بعيد عن المباريات الرسميه فهو يعني اقدر اخد منه في 60 دقيقه امبارح ادى 60 دقيقه بشكل كويس متوقع ان شاء الله الفتره الجايه ان احنا نشوف ناصر ماهر بشكل اكبر برده من ضمن اللاعبين اللي عجبوني امبارح في الاسماعيلي كان لسعد الجزيري برضه لعيب كويس كان عامل خطوره برضه على النادي الاهلي حتى هو احرز الهدف بتحرك جيد فهما دول الثلاث لاعبين اللي عجبوني في 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 بدايه الدور في بدايه الاسبوع الاول من الدوري. طيب في مدرب عجبك في خلال اللقاءات او ادارته اللقاءات كلها في التسعه ولا برضه لسه الدنيا مش لا كابتن انا بشوف كابتن مختار يعني كابتن مختار من يعني مدرب يعني الحقيقه مدرب متميز جدا موفق بيعرف يعني يشتغل كويس قوي في البدايه كابتن سعيد امبارح برضه يعني المباراه اللي كسبها ادارها بشكل جيد جدا كان انا بحب المدربين دايما اللي بتلعب بشكل هجومي اللي بتلعب بطريقه هجوميه اللي بتحاول ان هي تسجل اهداف بتحاول ان هي تكسب مباراه حتى وان كان خصم مين هو كابتن مختار من الناس دي المباراه الحقيقه اللي ادارها بشكل جيد جدا ووفق فيها طبعا ان هو يقدر ان هو يكسب 2-1 في المباراه دي برضو عايز اقول يعني مباراه النهارده علي ماهر برضو عجبني شويه يعني عجبني في طريقه ادائه النهارده قدر النهارده يرجع اداء ونتيجه الشوط الثاني النهارده الشوط الاول كان مصر المقاصه متفوق على اسماء بس مش انياب يعني ما حسيتش مصر المقاصه انه انياب في غياب طبعا في غياب ده موضوع فني طبعا راح كتير على الجول سجل هدف يمكن في الدقيقه 94 او 95 ولكن بيروح كتير جدا بيستحوذ بشكل كبير بيلعب على اطراف الملعب بشكل كويس جدا لكن الفرود او راس الحربه او المان تارجت مش موجود النهارده في مصر المقاصه علي ماهر الشوط الثاني ادى بشكل كويس جدا خلاص قفل دفاعاته بشكل كويس قوي لعب على الهجمه المرتده قدر ان هو يستغل القصور اللي موجود في دفاعات
مصر مخصصه وسجل هدفين. طيب مين المدربين عجبك كابتن حسام؟ خير الدين مضوي مدرب نادي الاسماعيلي عجبني امبارح، هدوءه على الخط، مفيش العصبيه، قاري الجيم كويس، دارس النادي الاهلي قبل المباراه، عارف مفاتيح لعب النادي الاهلي، عارف ان خطوره النادي الاهلي في وسط ملعبه، امبارح كان مقفل وسط الملعب بشكل كبير، عامل كثافه في نص الملعب، برغم ان الاسماعيلي برضو يعني ما كانش فيه فرص كتير ليه، لكن هو مذاكر النادي الاهلي كويس، وادار امبارح اللقاء بشكل جيد. خير الدين مضوي. طيب على المستوى الشخصي، يعني على مستوى اللعيبه رايي الشخصي، يعني طبعا ناصر ماهر كويس جدا، كل ما هتزيد مشاركته هتلاقي فعالياته احسن من كده، يمكن بعيب عليه بس ان هو زياده شويه في احتفاظه بالكوره. عجبني طاهر محمد طاهر، عجبني احمد زولا بتاع بتروجيت عجبني، عنده كوره كويسه وعنده حلول كويسه. عجبني كمان مجدي قفشه بالتاكيد، يعني قدر ان هو بمهاره فرديه يخلي بيراميدز يحقق فوزه النهارده على انبي، ودي بتيجي يعني من حاجات مش المؤثره، الثوابت في الفرق الكبيره يا كابتن بلال، ان يبقى عندك حد عنده حل طبعا. عنده حل في المراوغه، عنده حل في تسديد، عنده حل في اتقان ضربات الثابته، عنده حل في ضربات الراس، لان ممكن مباريات كتير جدا بتبقى مقفوله وانت مش في حالتك وتنتهي بحل فردي طبعا. تنتهي بمهاره، وده اللي عمله النهارده مجدي قفشه. دول الاربعه اللي عجبوني لحد دلوقتي، مقبولين لانهم عندهم مهاره كويسه قوي وبينقلوا الفرقه من مكان لمكان او من منطقه لمنطقه. مجدي قفشه وناصر ماهر واحمد زولا وطاهر محمد طاهر. اتفق معاكم على المدربين مختار وعلي ماهر وخير الدين مضو. نشارك الناس معانا كابتن بلال، كابتن اسامه. طيب حسام بيقول، على حسام عبد الله بيقول السلام عليكم كابتن سيد، انا حسام مدرب في الاتحاد المصري لكره للرياضيات والرياضة المكفوفين، ويمكن تكون المباراه اللي اتقال عليها مستوى اعلى من بقيه المباريات في الدوري هي مباراه الحرس والانتاج. من وجهه نظر مباراه الحرس الحدود والانتاج هي اعلى المباريات. محمد هشام بيقول يدوا لناصر ماهر فرصه اكبر، هيشوفوا منه حاجه كويسه. كابتن سيد ان شاء الله، ده حميد العربي او احمد حميد العربي بيقول الدوري الاهلي وناصر ماهر بصراحه اداؤه عالي جدا. سعد عاشور بيقول يا كابتن سيد الاهلي مش محتاج صفقات ولا حاجه، عندنا احسن لعيبه في مصر ان شاء الرحمن الدوري للاهلي. كمان مين تاني، خالد الرفاعي بيتكلم على الامور التحكيميه، اعتقد لمسه اليد متعمده، الرساله مش واضحه قوي، يا ريت تبعتها تاني لانها مش عارفه اقراها اصلا. عصام احمد بيقول يا ريت يا كابتن سيد نعرف وجهه نظر كارتيرون في اصرار على اشراك مؤمن زكريا. مؤمن جاي من اعاره، لكن مؤمن هداف بشكل كويس قوي، لعيب مهم جدا ولعيب له شخصيه في الملعب ومؤثر جدا مع النادي الاهلي، والمباراه اللي جايه ان شاء الله الرحمن تكون موجوده بالنسبه له او موجود بشكل افضل ان شاء الله. حسني عاشور او حسني الشريف، ما فيش لاعب في المباراه في نظري يا كابتن سيد خالص ولا في الدوري ابدا غير ناصر ماهر لحد دلوقتي. الاهلي احسن فرقه في الاسبوع الاول بالاداء والاستحواذ، لولا سوء الحظ او الحظ العسر باضاعه وليد ازارو وناصر ماهر للاهداف. عماد احمد حسن، فرقه الاهلي رغم الاداء المش عالي في مباراه الاسماعيلي، ناصر ماهر ومحمد شريف هم مستقبل الاهلي، هم تأيدوا خلاص في القائمه الافريقيه. احنا امبارح قلنا الكلام ده كابتن سيد، قلنا يعني هي مش هتخرج بره الثلاثه، ناصر ماهر محمد شريف، وقلنا اكرم توفيق. طيب. قلنا ناصر ماهر بادائه امبارح كان مميز طبعا ولازم عشان يدخل مكان اجاييه. قلنا تاني حاجه في محمد شريف واكرم توفيق، الاثنين عندهم مميزات انهم بيحل في كذا مركز، ممكن يلعب مهاجم تحت المهاجم، ممكن تستعين بيه في، حتى كابتن حماده قال محمد شريف ممكن تستعين بيه باك رايت باك ليفت، وكان هو يعني لعبه فيها. كل دي ثقات او ثقه بيديها كارترون لمحمد شريف. طيب. واضح ان هو واثق فيه جدا وواثق في امكانياته ومعجب بادائه، يعني اشركه امبارح بلال في وقت مهم جدا ووقت كمان حساس قوي، ده يدي لك مدلول على طول ان هو واثق في ده. طبعا يعني الفرقه متاخره بهدف قدام الاسماعيلي وفي الاسبوع الاول، ويدي لك اول تغيير. طبعا يعني انت دي زي ما انت بتقول يا كابتن سيد، يعني ثقه المدير الفني في امكانيات اللعيب. يعني النهارده مستر كارترون اكيد واثق في امكانيات محمد شريف. عنده لعيب، عنده سرعات، عنده مهاره، عنده شخصيه، عنده ثقه في نفسه، والمدرب بيستشعر الكلام ده من خلال التدريبات والمباريات الوديه. ده اللعيب عنده ثقه في نفسه ولا لا؟ ده اللعيب لو نزلته في الاوقات الحرجه دي ممكن يديني ولا لا؟ هل اللعيب ده ممكن يكون ايجابي بالنسبه لي؟ بيستشعرها المدير الفني لما بيشرك اللعيب
سواء اذا كان في ماتش ودي او حتى بشوف شخصيته في التدريب عامله ازاي، وده الواضح امبارح. انت بتلعب الاسماعيلي، محمد شريف لعيب صغير لسه لسه منقول للنادي الاهلي، قادر في فتره صغيره ان هو يحكم عليه، عشان كده اداله في مباراه زي في مباراه مهمه في وقت صعب جدا بالنسبه له. يعني الطبيعي انك بتنزل الخبرات اللي موجوده عندك، صح؟ يعني ده الطبيعي، او بتنزل لعيبه الاقدم. يعني مثلا ممكن يكون صلاح محسن، وده فكر ممكن طبعا ده فكره عند مدير فني، ممكن يكون صلاح محسن بالنسبه الاقدم من محمد شريف في النادي الاهلي، خاض مع الاهلي مباريات كتيره قبل كده، ولعب اوقات كتيره، ممكن تكون اوقات صعبه اوقات سهله، ولكن هو شاف ان محمد شريف التوقيت ده المناسب بالنسبه له، وقدر طبعا شريف يعني بان هو يسجل هدف التعادل للنادي الاهلي. اوكي، معانا كابتن خالد متولي المدير الفني للنادي ام بي. كابتن خالد، هارضلك النهارده. حبيبي كابتن سيد، كل سنه وحضرتك طيب، وانا طبعا مش عارف بحضرتك مين. طبعا معايا كابتن احمد بلال وكابتن اسامه حسني بيسلموا عليك وبيقول لك معلش النهارده. طبعا كابتن احمد بلال هداف مصر، سلامي كتير قوي ليه. ربنا يخليك حبيبي كابتن، كل سنه وانت طيب. لك كابتن، انت النهارده يعني خسرت 3 بون، صح؟ اداء ام بي النهارده اداء مشرف مع بدايه الموسم، يعني واضح بصمتك على الفريق من بدايه الدوره. تخيل. والله الحمد لله كابتن سيد، احنا لما نينا السنه اللي فاتت حاولنا ندعم الفريق في الاماكن اللي احنا عايزينها بالظبط، يعني فكان التدعيم على بحساب يعني. بدانا فتره الاعداد الحمد لله بفضل ربنا، اشتغلنا كويس، لينا طموح كجهاز فني كاداره كنادي ان احنا فعلا نرجع امجاد انبي ونرجع ان شاء الله انتصارات انبي زي ما كان في الماضي يعني. فاحنا الحمد لله بنشتغل على كده، ولكن بنتمنى التوفيق ان شاء الله خلال المرحله اللي جايه يا كابتن. عايز التوفيق يا كابتن خالد، بدون اي دبلوماسيه او بدون اي شعارات يعني، وكلام في الجول زي ما بيقولوا، كلام هو الايجابي، يبقى في استقرار فني، في استقرار فني دايما، يعني مهما كانت النتائج في الاول، يعني ممكن تتعرض لهزيمه في الاسبوع الاول وتتعادل في الاسبوع الثاني وتفوز في الثالث وتفوز في الرابع، انت معاك خامه كويسه وانت مدير فني على مستوى عالي جدا جدا، واللعيبه قريبه منك وعارفين فكرك وعارفين، وانت مش غريب عليهم وهم مش غراب عليك. عايز مستوى كويس او عايز ايجابيه في النتائج، يبقى في استقرار فني، ده وجهه نظري. والله يا كابتن تتكلم صح، لان طبعا المدرب مش هيتعامل بالقطع يعني. طبعا. لكن الحمد لله ان لا، في استقرار الحمد لله، في سبورت وباور من الاداره جامد جدا. انا كمان ليا طموح كخالد متولي، واخد بال حضرتك، الاولاد في حضني تماما، لامم الاولاد، عارف كل كبيره وصغيره الحمد لله في التيم. لكن طبعا احنا بنتمنى بس يعني ان احنا ايه يترجم ده يعني باذن الله يكون في توفيق للفريق. يعني حضرتك النهارده كان في عدم توفيق في كذا فرصه، يعني الشوط الاولاني يمكن خلال المباراه كلها كابتن سيد في 90 دقيقه ما فيش كره هددت مرمى انبي يعني خبال حضرتك. لكن احنا الشوط الاولاني كره الباسوني اللي قاطع على الايمن قريب، الشوط الثاني برده كان في كذا موقف، ولكن طبعا الحمد لله يعني انا بحمد ربنا، وان شاء الله بتبص في المباراه اللي جايه ان شاء الله كابتن سيد. وخصوصا لما بيجي الجول في الدقيقه 94 او 93 بيبقى مؤلم جدا، انا عارف ويعني، بس انا اخد من اللقاء ده كمان مجدي قفشه، واحد من ولادك السنه اللي فاتت يعني، لكن كمان احتفاله والهدف يحسب له بصراحه يعني، يعني واحد بيحترم جدا جدا ناديه، ما افرطش في 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 الفرحه رغم ان الهدف مؤثر جدا وفي الدقيقه الاخيره يعني، لكن هو جه واحد من ولادك يعني مفيش مشكله. مع العلم يا كابتن سيد، لو انت حضرتك تركز في الكوره ديت، ده كان كونتر اتاك لينا مع حمدي، لو حمدي عمل باص صح اللوح، ايوه مظبوط، صح مظبوط صح، بل حضرتك اتقطعت في نص الملعب، اتردت هاند بول على صلاح سليمان بره 18. مجدي مميز في كرات السله طبعا، واخد بال حضرتك، فهي دي كره القدم، هي دي كره القدم. هو عملها السنه اللي فاتت فرحك كتير، المره دي معلش بقى يعني هتنمز عليها شويه. انا فرحان له طبعا، ربنا يخليك. ودي كره القدم يا كابتن سيد، واتمنى التوفيق ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا كابتن خالد متولي المدير الفني لنادي انبي. هقرا 5-6 رسائل وبعدين نخش في الاسئله على طول كابتن اسامه، ماشي؟ طبعا. خاصه باللقاء الاسماعيلي، وبعدين ننقل طبعا على التحضير على مباراه المصري. احمد شاكر بيقول ناصر ماهر هيبقى لعيب عالمي، ياسر العوادلي عن اللي احنا في الكابتن سيد بيعبر عن اللي احنا عايزين نقول، الله يكرمك. ابراهيم كامل بيقول بالتوفيق يا كابتن سيد، ربنا يكرمك. محمد عماد، ناصر ماهر افضل لعيب في الدوري السنه دي ان شاء الرحمن. عبد الله حفيظ بيقول اضرب، مش عارف برضو انت المسج عايز تقول فيها ايه. احمد حسن برضو المسج يعني انا يا اما بتوصل
الكتابه ناقصه يا اما في حاجه في طبع الورق. يعني احمد ابراشي افضل لاعب هو محمد شريف، عماد احمد افضل لاعب هو ناصر ماهر. اتكلمنا على القائمه الافريقيه واتكلمنا على دخول ناصر ماهر ومحمد شريف، وده يعني ايه ثقه المدير الفني كارتيرون في محمد شريف، واداء ناصر ماهر يعني فرض نفسه على التواجد مع القائمه الافريقيه، ودول الاثنين عناصر شابه وان شاء الله الرحمن يكون محتاجهم الاهلي. لكن نخش بقى في الايجابيات بقى، او نتكلم ايجابي خلاص بقى. اللي حصل حصل وانتهى مباراه الاسماعيلي تعادل ايجابي، الدنيا كلها قريبه باستثناء اربع فرق بس هم اللي قدروا يحققوا الفوز، المسافه لسه طويله جدا جدا في الدوري الممتاز. ايه اللي ممكن يبني عليه الاهلي بعد مباراه الاسماعيلي يا كابتن اسامه؟ امبارح احنا اتكلمنا في الاستوديو في السلبيات يعني مش عايزين نعيد فيها تاني، لكن النهارده نتكلم عن الايجابيات بتاعت مباراه امبارح ونبرزها. من اكبر مكاسب امبارح هي ظهور ناصر ماهر ومحمد شريف زي ما قلنا. اوكي. تاني حاجه خلق الفرص النادي الاهلي خلقها امبارح. النهارده في مباراه برضو زي كبيره زي الاسماعيلي، انك تخلق كم الفرص دي وتوصل وتهدد مرمى عصام الحضري، فدي برضو من النقط الايجابيه. الحاجه الثالثه عوده النادي الاهلي في اللحظات الاخيره. اوكي. دي برضو بتدعمك كلاعبين وبتعلي تدخل معنويات مرتفعه مباراه المصري القادمه، مباراه قويه بتدخل وانت عندك منت عكس ما بتدخل وانت خسران. النهارده عوده النادي الاهلي برضو دي كانت من العوامل المهمه جدا. نتمنى ان شاء الله برضو، يعني انا سمعت برضو ان حسام عاشور جاهز المباراه اللي جايه، في احمد فتحي ان شاء الله يدخل المباراه اللي جايه مباراه المصري، هيبقى عندك برضو في لعيبه تقدر تدعم خطوطك المباراه الجايه لمباراه المصري المهمه. لكن دي من ضمن المكاسب الكبيره طبعا. سليف كولوبالي برضو النهارده بيثبت نفسه في التشكيل للمباراه الثالثه، ومكسب كبير للنادي الاهلي وفي خطوط دفاع النادي الاهلي، وبيمثل لك برضو حاله في الكرات الثابته. سليف كولوبالي النهارده النادي الاهلي لما بيجي كوره ثابته النهارده النادي الاهلي بيمثل لك خطوره بنسبه كبيره جدا. صحيح. امبارح حتى شفنا في احرز هدف قبل كده في تاون شيب، هدف 3 بونت في مباراه افريقيا امبارح، كل الكور الثابته كان الاسماعيلي يعني مان تو مان مع سليف كولوبالي، حتى في الهدف اللي احرزه وليد ازارو وتم الغائه، هدف صحيح 100% برضه كان هو مشارك في الكور الثابته. فبرضه دي من المكاسب الايجابيه ومكاسب الكبيره جدا مباراه الاسماعيلي امبارح. طيب بلال، باحساس بقى واحد من الناس كبير الهدافين او واحد احمد جوال والحاجات اللي كانت بتتقال عليه جديد، سمير لو سمحت هات لنا بتاعت وليد ازارو، يعني اشرحها لي انت كمان، يعني ايه المفروض كان يعمله وليد ازارو وليه خرجت بالشكل ده؟ لا هات لنا الكره اللي ضيعها بتاعت وليد ازارو، كل الانفراد اللي ضيعها. الانفراد طب نجيبها طيب عشان نشوفها. هي كانت تعتبر تمريره ممتازه جدا بصراحة من ناصر ماهر، حلوه قوي. بص انا شايف ان هو يعني بص هو يعني هو اتطرف بيها يعني خد بيها اتطرف بيها شمال شويه، هو الطبيعي جدا يا اما تزق الكره وتحطها على رجلك الشمال وتلعبها برجلك الشمال تمام، يا اما تحطها على رجلك اليمين وتحاول انك تلعبها في الزاويه البعيده. دي اقرب دي اقرب حاجه يعني. بص الاسلوب حلو قوي، وهو كمان تحركه رائع جدا جدا. لا مش دي اللي قبليها دي. انفراد وليد ازارو اللي بعدها على طول. هي دي تحرك رائع جدا جدا جدا. بص يا كابتن سيد الزقه دي، بص دي خلاص، دي مش جول خلاص. طالما حطيت الكره تحت رجلك صعب جدا. دي عشان تجيبها جول لازم تلعبها بسن رجلك، مش هتمشي غير كده. سن رجلك دي عشان تجيبها جول، يعني ما ينفعش يحطها تحت رجله ويعملها في البعيده. بص الوقت لصالح المدافع مش المهاجم. يعني دايما الوقت في ال 18 لصالح المدافع مش المهاجم. حلو التعبير. كل ما ماشي. بتتاخر في التوقيت كل ما بيكون فرصه للمدافع وفرصه لحارس المرمى. الكره دي لما حطها تحت رجله ما زقهاش سنه صغيره، ده عشان تجيب جول بسرعه لازم بسن رجلك. سن الجزم برضه تفكير المهاجم غير نص الملعب. يعني انا اول حاجه قلت ايه؟ لا ده ناصر ماهر، ده انا عايز بتاعت وليد ازارو. انا قلت يعني باحساس نص الملعب ان انا اخد اللعيب في ظهري الاول، يعني حاجه من الاثنين، يا اجيب جول يا بينالتي. مش هيبقى عندك وقت. طب لو انت خدته في ظهرك وركزت ان هو يبقى في ظهرك وطلع عليك الجول هتبقى صعبه انك تتصرف. هتبقى صعبه. بص يا كابتن سيد خلاص، بس طالما حطيتها كده بقى خلاص مفيش وقت بالنسبه لك ان انت ترفع وشك وتبص على الجول، مفيش وقت خلاص هتقطع. فلازم دي بسن الجزم في الزاويه البعيده. طالما الكره اتاخرت تحت ليك، هو المشكله اللي عملها هنا ان هو اخر الكره تحتيه. تمام. كان المفترض انك وانت بتزق كده خلاص تبص على الجول وتلعب من بعيد ببطن رجلك في الزاويه البعيده. طيب دي اديتنا حاجه برضو مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها، ان ممكن يبقى في ثنائي كبير جدا وجميل جدا ما بين ناصر ماهر ووليد ازارو. صح طبعا. يعني في ربط في الباص النهارده. وليد ازارو لو شفنا لو جري قبل ناصر ماهر ما يعمل الباص اوف سايد. النهارده هو عمل حاجه كويسه برضو، بدا يتحرك وقف خد خطوه بالعرض وبعد كده جري لقدام. النهارده لو جري قدام مباشره ناصر ماهر ما يلعب اوف سايد. فده ربط برضو ما بين وليد ازارو وناصر ماهر.
طيب اللعيبه الحريفه قوي واللعيبه اللي هي ممكن يبقى بتشارك بشكل مستمر بيبقى بينهم من بعض كلام كيمي. وحوارات وحوارات كمان صح. في بعض الاوقات يعني انا بتحرك كذا انا بتحرك لحد ما تبقى العمليه كلها من غير فكر بقى سوري من غير كلام من غير كلام خالص يعني انا شايف ان ناصر ماهر ووليد ازارو ممكن يعملوا ثنائي كبير جدا وعظيم جدا ورائع جدا بالنسبه للنادي الاهلي. بص انا معاك طبعا موافق اللي بيساعد على الكلام ده التحركات الذكيه بتاعه الفرود لما يكون عندي انا كفرود لما يكون عندي لعيب في نص ملعب عنده مهاره وعنده امكانيه ان هو يعمل لي ثرو باسز بشكل رائع جدا ويوصل لي الكره زي ما انا عايز لازم استغل انا الحته دي واتحرك بشكل كويس قوي. يعني انا دايما بقول ايه اللعيب المهاجم الذكي هو اللي بيقدر يستفيد من اللعيبه اللي بتلعب تحت. النهارده وليد ازارو بتحركاته على فكره تحركاته رائعه جدا جدا ممكن ما يكونش وليد ازارو اللعيب المهاري الناس كلها بتنتظره ان هو اللعيب اللي بيراوغ وبيحط الكوره وبيرقص واحد واثنين وثلاثه دور كبير لكن طبعا لكن التحركات بتاعته الايجابيه سيد رائعه جدا جدا هو بيفضل يخلق نفسه مساحه تحرك التحرك العرضي تحرك بص اللعيب ده ايه هتعيط ولا ايه؟ هتعيط ولا ايه؟ هتعيط ولا ايه يا بلال؟ طيب ارجع لي طبعا بلال اللي لعب معاه استمتع بالكوره بصراحه يعني والله دي حقيقه بلال هداف بس كان عنده مشكله بس ايه بقى؟ كنت بقول له قبل الماتشات لا 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 عنده قبل الماتشات بص انت خد ثلاثه وبص لنا واحده بس عارف مسلسل زمان كان اسمه مش فاكر كان اسمه ايه كده دحيح شاهين كان اسمه علي الطواف كان وش رجل قد كده وش رجل لا 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 لو ما جتش هنا هتيجي هنا هتيجي هنا هتيجي هنا بلال والله يعني الكره هتيجي في اي حته في وش رجل انا كنت بقول له بص خد انت خمسه ليك وواحده لاخواتك اللي حواليك بس اي كوره من اي مكان انا مبسوط جدا من ناصر ماهر يعني برضو شاركوني برضو في الدنيا في الراي ده اللعيب اللي هو بيلعب تحت الفرو ده كابتن اسامه اللي هو اللعيب رقم 10 يعني اوكي ما ينفعش يبقى ريتمه سريع قوي يعني ما ينفعش يبقى ريتمه سريع قوي صح. يعني هازارد مثلا صح. نجم بلجيكا وتشيلسي الريتم بتاعه مش سريع قوي بس عنده سرعه عنده سرعه اداء وعنده سرعه حركه وكل حاجه لكن الريتم مش سريع في الكوره معاه صح. تمام كونتينيو مثلا نجم ليفربول ولا راح برشلونه هتلاقي نفس الحته دي شويه ناصر ماهر انا ما بتكلمش ان هو زيهم بالظبط يعني طبعا يعني لكن انا بتكلم على اسلوب لعب يعني اوكي هتلاقي الحته دي لازم يكون عنده هادي يعرف يعمل بس في العمق بس جانبي يتحرك شويه لتحت يعني يبقى عنده هدوء وهو بيستلم عشان يعرف يلعب الناس بس دي خد بالك يا كابتن سيد دي بحكم المكان يعني دايما المكان هو اللي بيحكم المكان هو اللي بيحكم طريقه لعب ما تفكرش في حد عنده صربعة لا طبعا نص ملعب نص ملعب الدنيا مقفوله دي برضه بتيجي من كتر المباريات النهارده امتى يتحكم في رتم المباراة امتى انزل مع سوريا وهشام محمد ولا اسلوب لعب يا اسامه يعني كتر المباراة ولا اسلوب لعب هو كده لا بتيجي من كتر المباريات النهارده امتى انزل النهارده بحضر الهجمه وبلعب الباص القصير مع هشام محمد وعمرو سوليه بنحضر لعب في المنطقه دي وامتى يبقى عندي سرعه ان انا اعمل ثرو باص بسرعه لوليد ازار دي بتيجي من كتر المباريات لكن اللي احنا شفناه امبارح لا دي بدايه مميزه جدا من ناصر ماهر هو في وقت من الاوقات كان يعني اللي عبنا عليه فيه ان كان بياخد الكوره النهارده محتاج ان انا استلم ارفع عيني ابص اعمل باص بسرعه عشان افك افك الزحمه دي بتفرج يعني بقول لك مساء الخير بتفرج بص 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 ابو تريكه عاملها فين ابو تريكه عاملها من ورا الجون اول ما انت رحت لها انت كمان رحت لها طبعا بصراحه كان في مميز في الحته دي جدا مجرد اول ما بيرفع عينه بيعرف انت عايز الكوره في رجلك ولا عايزها في مساحه ولا عايزها ورا المدافع اوكي انت احنا بنتكلم ليه يعني سمير ربط لنا احنا بنتكلم على الربط صح. كيفيه الربط ما بين لاعب واخر صح. في التحرك انت حافظه خلاص وهو من نظره عينيك او من نظره عينيه انت بتعرف هو هيعمل ايه خلي بالك في الهدف ده يا كابتن سيد انا كنت واقف بظهري الاول ابو تريكه ما لعبليش الكوره اول ما بدات اتحرك بجنبي وبقيت واقف بجنبي بدا عرف ان انا عايزها في مساحه من ورا المدافع راح عملها من ورا المدافع حطها في المكان اللي انا اجري واحطها فيها بدماغ بص اول ما بدات اقف بجنبي حطها من ورا احمد كده مسطره بالظبط طبعا لا ابو تريكه كان مميز جدا حاجه بس مهمه كده بالنسبه للاماكن وبالنسبه لمكان اللعيبه كل اللعيبه اللي جم في الحته دي كلهم نفس الرتم اللعيبه التقال زين الدين زيدان نفس الموضوع لويس فيجو لما لعب في الحته دي برده كان برده نفس رتم الاداء يعني ده المكان ده عشان زحمة يعني زيدان ولويس فيجو ما كانش عندهم رقم 10 دي لا لما لعب 10 زيدان لعب 10
كان في 4 2 3 1 لا مش 4 2 مش لازم 4 2 3 1 بس كان في بلاي ميكر 4 2 3 1 لا 4 2 3 1 ممكن 4 4 2 ما هو كان الاول في ديفندر واحد وبلاي ميكر اثنين قدامه يعني اه كان لعب مختلف بس هو لعب في نفس المكان نفس بس رتم نفس رتم الاداء اللعيب المكان ده مش محتاج لعيب سريع لانك هتصطدم كتير جدا بلعيبه كتير جايه في نص ملعب مكان نص ملعب دايما مقفول دايما زحمه فعايز اللعيب اللي عنده مهاره وسرعه اداء مش سرعه انطلاقه يعني في فرق بين انا ابقى سريع الانطلاقات السريعه دي يا اما فرود يا اما فرود يا اما لعيب بيلعب على طرف الملعب لان دايما عنده مساحات فاضيه انما لعيب نص ملعب دايما المساحات زحمه دايما المساحات مقفوله عنده رؤيه بالظبط عنده رؤيه كويسه قوي وعنده سرعه اداء فاهم قصدي انا ممكن بثرو باس يعني اعمله طويل زي ما اللي اتعمل لاسامه يغنيني عن ان انا اجري بالكره مثلا 20 30 متر تمام بس عايزه واحد بيفكر كويس قوي عايز واحد بيشغل دماغه لا والوقفه كمان يا بلال الوقفه وهو بيستلم الكره يعني بيقف بزاويه بتسمح له ان يقدر يكشف اكبر مساحه في الملعب صح. يعني ما يقفش النهارده واقف في ظهري جول الخصم اللي انا بلعبه او المنافس دايما هتلاقيه واقف بجنب كده لازم واقف بجنب بحيث اكشف اكبر مساحه في الملعب اول ما بستلم الكوره بتفتح لي مساحه الرؤيه ان انا اقدر العب مع الباك على الطرف او العب مع المهاجم او مع وسط الملعب فانا كبرت المساحه اللي انا العب بيها وكمان يا كابتن سيد بتبان المهاره قوي بتاعه لعيب نص ملعب لما بيحصل التعاون او الانسجام الكبير ما بينه وما بين اللعيبه الفراوده اللي قدام يعني بتبان قوي مهارته يعني ممكن اكون لعيب مهاري جدا ولعيب نص ملعب هايل جدا لكن ما عنديش ربط ما بيني وما بين اللعيب اللي قدامي صح. فكل الحاجات اللي هشتغل عليها ممكن ما تبانش نتيجتها كل الفروقات اللي ممكن اعملها ما تبانش نتيجتها عشان ما فيش تحرك من الفروت فالنهارده لكن لما يبقى عندي لعيب زي وليد ازارو بيتحرك كتير جدا بيتحرك كويس قوي يعني بيقدر يقطع من ورا الديفنس بشكل كويس جدا بيقدر يعمل التحرك القطري بشكل كويس قوي ويربط مع ناصر ماهر هيبان الامكانيات والمهارات بتاعت لعيب نص ملعب اللي هو ناصر ماهر اوكي طيب كل مدير فني يا كابتن اسامه كابتن بلال بيقعد مع نفسه بالتاكيد يحضر للمباريات والمرحله اللي هو فيها ويقعد يقول مثلا ايه المميزات اللي عندي او ايه العناصر المميزه اللي عندي وايه كيفيه ان انا استخدمها في لو حصل سيناريو كذا سيناريو كذا سيناريو كذا انا مقتنع بحاجه برضو انتوا لكم وجهه نظر يعني لازم يبقى ليك عندك عناصر عندها المهاره الفرديه او الحلول الفرديه ولازم يبقى عندك عناصر عندها الحلول الجماعيه طبعا اللي هي الناس اللي ممكن لو انا عايز اقفل تمام لو انا عايز اقفل مباراه وده وارد جدا على فكره ومش عيب في الكوره خالص يعني عايز اخرج من مباراه داخل مصر او خارج مصر عايز اخرج من مباراه يعني في افريقيا في البطوله العربيه في البطوله المحليه عايز اخرج فيها بنتيجه كويسه جدا بالنسبه لي ما هو مش كل انت كل مباراه بتنزل للفوز طبعا طبعا لكن في النهايه في مباريات بتبقى انت عايز منها حاجه معينه يا كابتن بلال صح. فلازم احط السيناريو بتاع او اسف الاستعداد بتاعي والمرحله بتاعتي يكون عندي الحل الجماعي والحل الفردي ده انت كمدير فني يعني بتعمل كذا سيناريو المباراه قبل ما بتروح المباراه حتى بتكون محضر في دماغك تغييرات واسلوب اللعب اللي انت تلعب بيه وانت كسبان وانت خسران وانت متعادل والاوقات برده اللي انت هتبدا تغير بيها امبارح برده من ضمن الحاجات اللي عجبتني امبارح كالتيرون في تغييراته في تغييره محمد شريف النهارده مؤمن زكريا برضو يعني غايب عنه التوفيق بقاله فتره في الثلاث مباريات اللي فاتوا مؤمن بيجي يعني هيجي ان شاء الله وهيبقى اضافه يعني طبعا مؤمن بيعمل حاله كبيره جدا في هجوم النادي الاهلي وبيحرز اهداف مؤثره امبارح برضو التغييره كان موفق فيها امبارح لما غير طريقه اللعب نزل امبارح مروان محسن جنب وليد ازارو وبدا يضغط في الناحيه الهجوميه امبارح برضو من ضمن الحاجات اللي احنا شفناها اعتمد على الكرة الطويلة امبارح شفنا محمد الشناوي طلع نص الملعب شفنا سليف كولوبالي وقتها كان واقف على ال 18 بتاع الاسماعيلي هو اللي عمل الكرة بالدماغ دخلها 18 ومروان محسن وبدأت تدخل الكرة وغير طريقة اللعب من 3 2 من 4 2 3 1 ل 4 4 2 وحط معلول ناحية الشمال فدي كلها اساليب انت بتكون انت محضرها كمدير فني في دماغك قبل المباراة برضو من ضمن الحاجات اللي بتكون محضرها الكور الثابتة دي برضو من ضمن العوامل اللي تقدر تساعدك في اسلحتك اللي انت بتبقى عندك ازاي بتشتغل الكور الثابته في التدريبات تقدر يعني النهارده سليف كولوبالي لو شفنا في المباريات خلاص الناس هتبدا تحفظ النادي الاهلي لما بيطلع بيمثل خطوره النهارده ما ينفعش انا بقى ككره ثابته ركنيه او فاول بره 18 ما ينفعش العبها مباشره لازم يبقى فيها تركه عشان يبقى فيها عامل الحركه عشان اقدر افضل سليف كولوبالي دي كلها اسلحه بتبقى عند المدير الفني بيبدا يذاكرها قبل المباريات. طيب دخول احمد فتحي وحسام عاشور وده خبر كويس بالنسبه للنادي الاهلي، كنا من شويه بنتكلم على يعني
ايجابيات اللعيبه اللي عندها الشخصيه بتاعه الاهلي وكيفيه التعامل مع المباراه الكبيره. يعني مباراه الاسماعيلي انتهت وهي مباراه كبيره بالتاكيد، عندك مباراه كمان بعديها اصعب، مباراه المصري انت شايفها اصعب؟ اه طبعا شايف مباراه المصري اصعب، يعني مباراه المصري جاي من مكسب مكسبين، حالته المعنويه حالته الفنيه البدنيه كمان ده مشارك في الكونفدراليه طبعا، هو زيك بالظبط زي النادي الاهلي بالظبط، لعب نفس المباريات، شارك مباريات رسميه، لعب مباراتين رسميتين، كسب المباراه صعبه جدا هنا على ملعبه في بطوله افريقيا، دي تديله معنويات عاليه جدا، وكمان المصري من الفرق اللي بتعرف تكسب يا سعيد، هو نفس اصبح من الفرق الكبيره خلاص، فرق كبيره ممكن تبقى طول الجيم ماشيه بشكل وحش، ما بتاديش الاداء الجماعي بس بيعرف يفوز بالمباراه مش كويس بس خلاص بيعرف يكسب، ودي ميزه الفرق الكبيره، فانا بشوف ان مباراه المصري اصعب بكتير، لكن الايجابيه اللي كانت عند النادي الاهلي برده عشان يعني ارجع بس للحته دي، ان الاهلي قدر مثلا ان هو يرجع في المباراه او قدر ان هو يتفوق في اوقات كتيره جدا على الاسماعيلي وهو ما عندوش اللعيبه اللي انت بتتكلم عليها دي، ما عندوش احمد فتحي، ما عندوش وليد سليمان، ما عندوش اجاي، ده برده مكسب لفرقه النادي الاهلي، ده معناه ان انا ممكن انا كفريق كبير بتاثر طبعا بغياب لعيبه كتير، ولكني انا برده بكون محافظ برده على الشكل والاداء بتاعي، والرغبه والطموح اللي موجود عند اللعيبه ما بيتغيرش، وده اللي حصل في مباراه الاسماعيلي، ان الرغبه والطموح عند اللعيبه ما اتغيرش، النادي الاهلي خسر كان خسران ولكن قادر انه يرجع في الدقيقه 90. طبعا رجوع وليد سليمان واحمد فتحي، وليد لسه احمد فتحي وحسام عاشور عنده جزء في الداخليه هياخد ممكن سوينا وتلاتة، ربنا ان شاء الله يرجعه بالسلامه باذن الله تعالى، لكن طبعا رجوع حسام عاشور لعيب نص ملعب، طبعا لعب فترات كبيره جدا، غيابه برده اكيد مؤثر، وان كان هشام محمد ادى دور برده بشكل جيد جدا، لعيبه اللي بتقدر تعتمد عليها بشكل كبير جدا، مش بس بتعتمد عليه كلعيب، عنده فنيات، في لعيبه وجودها في الملعب اسمها في الملعب طبعا قائد كبير، محافظ يحفز للعيبه كمان يشد اللعيبه في الملعب، انت مش بس اللعيبه اللي موجوده في الملعب عايز يبقى لعيب مهاري ولعيب عنده امكانيات، انت بس بتحتاج برضو اوقات كتيره جدا بتحتاج اللعيب اللي يقدر يشد الفرقه، ممكن في وقت من الاوقات بيحصل لك داون، يعني تنزل شويه المعنويات، بتنزل شويه الاداء، بينزل شويه، فاللعيبه اللي عندها الخبره، اللعيبه اللي عندها الروح، هي دي اللي بترفع المعنويات، ودي اللعيبه اللي بتشد اللعيبه، هي دي اللعيبه اللي بتخرج او بتدخلك تاني في الجيم. تاكيد تاكيدا لكلامك يا بلال، تاكيدا للكلام ده، يعني الاهلي مش محظوظ في الحته دي، ان انت بتواجه فرق كبيره في الاول وانت غايب عندك عناصر مؤثره في الاسم او المكانه في الفرقه. طبعا طبعا يعني الجدول في بدايته بدايه قويه. لكن برضه يا كابتن سيد اللي بيلعب على بطوله مش هيبص انا هلاعب مين في الاول ولا مين في الاخر. اي طبعا ده المبدا، ان انت مش هتبص انت هتلاعب مين، لكن انا بتكلم فيه ظروف عندك تاثير طبعا، طبعا غياب طبعا، انك تبتدي قدام الاسماعيلي، حسام عاشور غايب، احمد فتحي مش موجود، اجاييه خلاص بقى امر واقع لازم تسلم بيه، لانه بقى وليد سليمان ليله المباراه، وليد سليمان كمان كان لاعب المباراتين بتوع تاون شيب وعامل لك حاله كويسه جدا وعامل لك حاله هجوميه يعني مميزه، النهارده غيابه برده يعني اثر شويه، فطبعا لا دي عناصر مهمه واضافه قويه كمان في فريق النادي الاهلي. بص انا برده يا كابتن سيد برفض فكره او الكلام اللي بيتقال نلعب باي حد، يعني مع احترامي للجميع تمام، انا بحب يعني لعيب فكره وانا معاك، الانديه الكبيره يا جماعه بتتاثر بغياب لعيب، النهارده لما ميسي بيخرج من برشلونه الفرقه بتتاثر بشكل كبير، الاداء الهجومي بتاعها بيخرج، لما كريستيانو بيخرج بقول لك يا بلال ليفربول خرج منها محمد صلاح طبعا في المباراه نفسها تاثرت فنيا، تاثرت فنيا وقعت خلاص وقعت طبعا يعني طبعا انت اديني مساحه زمن صح مساحة تقدر تجهز اقدر اجهز بالظبط، لكن الفرقه الكبيره كده ما تقفش عندها طبعا، يعني اديها مساحه زمن، لكن صح. في مجرد ما بتشيل عنصر او اثنين في الاسبوع ده لازم هتاثر طبعا، ده جهاز فني بيبقى معتمد اعتماد كبير على التشكيله وكمان يا كابتن بلال السنه دي احنا الدوري يعني اطول دوري سنه، اطول دوري في العالم طبعا، النهارده انت تلعب كل اربع مرات، انت تعمل عيد ميلادك مرتين في الدوري الشمالي لا لا كمان يا كابتن فانت لازم تجهز، لازم يبقى عندك النهارده يا شاب بسرعه في لعيبه كمان انت بتبني عليها طريقه لعب طبعا صح، يعني كمان مش بس انك هم بيأدوا كويس، انت بتبني عليهم طريقه لعب، وفي لعيبه بتغير علي، انت النهارده لما نزلت محمد شريف غيرت ونزلت مروان محسن غيرت طريقه الاداء، غيرت طريقه لعبك من 4-2-3-1 4-4-2، هي ساعات بتبقى ايجابي في ايه بقى؟ ان انت في واحد بتبقى معتمد على حد واثق فيه بشكل كامل بشكل يعني 100%، فلما بيغيب اجباري عليك بتعتمد على الاخر، فساعات بيبقى فيه دي حته ايجابيه فتحضره فيبقى في مستوى كويس، لما يرجع التاني يبقى انت عندك اثنين صح، سبت اثنين، ساعات بتبقى ايجابيه، لكن التاثير مليار في الميه بيبقى فيه تاثير، مليار في الميه ما فيش شك طبعا، لان زي ما احنا اتكلمنا قبل كده قلنا ان في لعيبه
انت بتبني عليها طريقه لعب، في لعيبه بتغير لك الخطه بتاعتك وتشكيلك، وفي في لعيبه بتغير لك ستايلك في اللعب. يعني النهارده لما يكون عندي اثنين في نص ملعب مثلا عاشور والسليه، اثنين الميزات الكبيره اللي عندهم ان هم بيضغطوا في نص ملعب، بيضغطوا على الفريق الخصم، فانت ممكن لو مش موجودين في الملعب تغير طريقه لعبك، يعني ما تضغطش، تبتدي ترجع لورا شويه، تبتدي تدافع من نص ملعبك، لا ففي لعيبه بتغير لك شكل لعبك، بتغير لك ستايلك في اللعب. طيب في مبادئ يا اسامه وبعدين هنتكلم في الامور الخاصه بشخصيه فرق، يعني في فرق لها شخصيه في اللعب منها المصري اللي هنتكلم عليه من شويه، لكن في مبادئ كمان في الموسم، حاول تكسب كل الناس، البطولات كتيره ودي نصيحه للعيبه، يعني وقتك هيجي هيجي، الوقت اللي هتلعب فيه هيبقى موجود موجود، يعني كل الناس اللي هي بعيده دلوقتي واللي ما شاركتش في الثلاث مباريات اللي مسكهم كارتيرون اللي هو المدير الفني الفرنسي للنادي الاهلي، اللي ما لعبوش خالص واللي ممكن يكون خرج 18 خالص، واللي هم ممكن ما يكونوش بيشاركوا بشكل مستمر من وجهه نظره لحد دلوقتي، ممكن يبقى لهم دور كبير جدا في الفتره اللي جايه، يعني ممكن يبقى عندك بعد اسبوعين بعد ثلاثه بعد اربعه، اللي غايب بعيد قوي ده يبقى قريب جدا. ده احنا لسه بس بنقول يا هادي مستعد فنيا ونفسيا وبدنيا. ده احنا لسه بنقول يا هادي في بدايه الدوري اصابه وليد سليمان، اصابه تاجيل الماتش اللي فات، كل اللاعبين على المشوار الطويل بتاع الدوري. النهارده النادي الاهلي بيشارك في بطولات كتير، بطوله الدوري، بطوله افريقيا، عندك كاس مصر، عندك بطوله عربيه، عندك السوبر المصري، فدي كلها بطولات. استحاله بكم عدد المباريات ده اللاعب يقدر يلعب كل المباريات، لازم هتلاقي فيه لعيب فيه اصابات، فيه اجهاد، فيه ايقافات، لازم كل اللعيبه هتلعب. بس انت بقى كلاعب امتى بقى الوقت اللي هتاخد فيه؟ لازم اكون جاهز فنيا، جاهز بدنيا، جاهز ذهنيا، لازم انا كلاعب اخلق عندي الدوافع دايما، لما العب زي ما بيقولوا بلغه الكوره لازم احرج المدير الفني، لازم اقول له انا موجود، ما ينفعش النهارده يديني الفرصه انزل ما ك يعني ما فيش نتيجه او ما فيش مردود. يعني امبارح عجبني محمد شريف لما لعب، النهارده نزل كانت حالته البدنيه كويسه، جراءة، مش خايف، في جراءه، روح حلوه، هدد مرمى الاسماعيلي احرز هدف. النهارده انا كمدير فني اكيد المباراه الجايه لازم اديله، حتى لو ما بداتش بيه لازم اديله، لازم يبقى عندي النهارده انا كسبته كلاعب، لو مش اساسي يبقى بديل. فالنهارده دي من ضمن الاجابات اللي احنا بنقول عليها، انت كلاعب هتاخد الفرصه، هتاخد فرصه، بس لما تاخد الفرصه لازم تبقى جاهز ليها بنسبه 100%. هتاخد فرصه وهتاخد اثنين وهتاخد ثلاثه، بس مش يعني لازم اكون جاهز ليها يعني بنسبه 100%. على العموم باكد على كلام كابتن اسامه حسني، هتجيلك الفرصه، بس خلي بالك الفرصه في الانديه الكبيره ما بتجيش كتير، فلازم لما تجيلك تكون مستعد لها كويس قوي، يوم ما تجيلك تكون انت مستعد لها، مستعد لها بقى على المستوى الفني، مستعد لها على المستوى النفسي، مستعد لها على المستوى المعنوي، ما بتكررش كتير. المدير الفني في الفرق الكبيره هو كمان ما بيقلبش ورقه كتير، هو عايز دايما يبقى في حاله استقرار في الجهاز، في التشكيله الفنيه، في اللي بيخوض بيها اللقاءات، وخصوصا لما بينتقل من بطوله لاخرى، فضروره الفصل ما بين هنا ومن هنا. لكن هيبص يمين وهيبص شماله، لو لقيك بعيد جدا اوعى تفتكر ان هو هيقربك كتير قوي، لانه ما عندوش الوقت والضغوط اللي موجوده بحساب النقطه والنقطتين والثلاث نقاط والبطوله الافريقيه والبطوله العربيه والبطوله المحليه، هتخليه يفكر دايما في الاجهز. فانت اشتغل على نفسك، ما تستناش حد يساعدك بشكل كبير قوي، ممكن تبقى المساعده موجوده لكن انت اللي هتخلي او هتجبر اي حد انه هيشارك ويخليك تشارك في جزء كبير جدا جدا من الموسم او كل الموسم على حسب عطائك. على العموم بعد الفاصل هنتكلم بقى في شخصيات المباراه او شخصيات الفرق، الاهلي بيواجه فرقه عندها كمان شخصيه في اللعب، عندها كمان رغبه في الفوز والانتصارات، عندها اداء هجومي، كيفيه المواجهه من خلال رؤيه كابتن احمد بلال وكابتن اسامه حسني. مساء الفل عليكم مره ثانيه، ومتواصلين معاكم من خلال صفحتنا، صفحه ملعب الاهلي على الفيسبوك. قولوا رايكم، قولوا اللي انتم عايزينه واقتراحاتكم كمان، وهنعرضها عليكم او هنعرضها على الشاشه وهنتكلم فيها، ولو في حاجه ايجابيه بالتاكيد، وحتى لو فيها ملحوظه ولا اثنين ولا ثلاثه على بلال او اسامه مفيش مشكله عليا. بلال بيتكلم في شخصيات الفرق وجاهزيه الفرق، هتقابل واحده او هتقابل فرقه من الفرق اللي مستعده كويس، واصله الفورمه كويسه، بادئه زيك بالظبط يعني، صح، مشاركه في الكونفدراليه، عامله نتائج كويسه، صح، نهضه البركان المغربي تعادلت معاها هناك في المغرب، وهو فرقه مش وحشه، فرقه كويسه طبعا، وكانت متصدره المجموعه في الكونفدراليه، قدر المصري انه يكسبها في بورسعيد،
اولى مواجهاته، وان كان الاداء زي ما انت ذكرت كان بالنسبه للجون احسن، لكن قدر كمان ان هو يكسب. فاذا انت هتقابل فرقه عندها شخصيه وعندها بدات تبقى عندها خبرات كمان في التعامل مع الفرق الكبيره والمواجهات الكبيره. اه طبعا الفريق المصري فريق منظم، فريق محترم، بيلعب في بطوله افريقيا، فده يديه كمان افضليه عن كل الفرق المصريه اللي انت هتلعبها، حتى كمان افضليه عن النادي الاسماعيلي. عنده احتكاكات افريقيه كبيره جدا، جاي من مكسب كبير جدا نهضه بركان هنا في القاهره، قدر انه يكسبه ويتصدر بيه المجموعه بتاعته. كسب الجونه يمكن عايز اقول لك باداء يمكن اداء قليل جدا بالنسبه له، ولكن قدر ان هو يكسب. فرقه بتعرف تكسب، هي دي الميزه اللي موجوده عندها، فرقه بتعرف تكسب، فرقه ليها هدف، ودي برضو ممكن يكون عامل ايجابي بالنسبه للفريق المصري. وهذه الشخصيه بتاعت الفرق الكبيره دايما، هي الفرق اللي عايزه تكسب، الفرق اللي عندها طموح، الفرق اللي بتسعى دايما ان هي تاخد مركز. اه ممكن ما يكونش المركز الهدف بتاعه ان هو يبقى اول الدوري العام، ولكنه هدف بنفسك وانت بالنسبه له، انت التارجت بالنسبه له. يعني النهارده المصري لما لعب النادي الاهلي في المصري قوي كان الجهاز الفني حسام حسن وابراهيم حسن، طبعا بشكل كبير، بشكل كبير جدا جدا جدا. ولكن النادي الاهلي هو التارجت بالنسبه لاي فرقه في الدوري العام، هو لان هو بطل الدوري، فوضع طبيعي لما يكون انا فرقه عندها امكانيات، عندي الحلول داخل الملعب، وبلاعب النادي الاهلي اللي هو بطل الدوري العام، فبالنسبه لي انت التارجت بالنسبه لي، انا عايز اكسبك. ودي البدايه تفرق جدا جدا مع النادي المصري ان هو يعمل نتيجه ايجابيه مع النادي الاهلي، وهو عنده كمان الامكانيات والعناصر اللي تقدر تساعده. عنده استقرار، ما غيرش كتير جدا في التشكيل، كابتن حسام حسن يمكن اضاف لاعب او اتنين بالكتير جدا على التشكيل الفريق على ال11 اللي كانوا موجودين الموسم اللي فات، وده كمان يديله افضليه السنه دي برده في بطوله الدوري العام او حتى البطوله الافريقيه. ودي الشخصيه اللي بيشتغل عليها كابتن حسام حسن، وهي دي الامكانيات اللي بيشتغل عليها كابتن حسام حسن، بيحاول يطور من اداء اللعيبه اللي موجوده عنده، بيحاول يخلي اللعب بشكل جماعي. اه تاثر بشكل كبير جدا كابتن سيد بخروج بنصي من الفريق، لانه ده كان عامل مؤثر كبير وحل من ضمن الحلول اللي كان بيعتمد عليها في ماتشات كتيره جدا. لان انت حمدي برضو خلي بالك، واحمد منصور، بس انا بتكلم على 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 بنصي الهجوميه، الحته الهجوميه، لان خد بالك انت النهارده كفريق تقدر تدافع، اي فريق النهارده يقدر يدافع بشكل كويس، اي مدير فني يقدر ان هو يدافع بشكل جيد جدا، لكن مش اي فريق يقدر يسجل اهداف، او مش اي فريق يقدر يروح يلعب على الجول، او مش اي فريق يقدر يصنع ويبني هجمات ويخلق فرص. لا، لعيب بنصي كان مهم جدا بالنسبه لكابتن حسام حسن، لانه كان محطه كبيره جدا بالنسبه له، لعيب بيعتمد عليه في كل الكرات العرضيه، لعيب عنده تصويبات رائعه جدا، سجل في اوقات كثيره جدا واوقات حاسمه السنه اللي فاتت للنادي المصري، فده لعيب خرج من عنده، ومع ذلك بيقدر يكسب برضه. فدي تعكس لك مدى تاثير المدير الفني على اداء الفريق. فالمصري هتبقى مباراه صعبه، مش هتبقى مباراه سهله قدام النادي الاهلي. طيب كابتن اسامه، السنه اللي فاتت الاهلي قدر ان هو يفوز المباراتين ذهابا وايابا بنفس النتيجه 2-0، لكن المباراه مش سهله طبعا، المباراه بتبقى صعبه جدا، رغبه الفرقه المصري بتبقى عاليه جدا، حماس فرقه المصري دايما بيبقى عالي، لقاءات الاهلي والمصري بشكل عام يعني عشان نبقى واضحين جدا بيبقى فيها نديه وقوه شديده جدا. مباراه النادي المصري عنده العامل المهم في كره القدم هو الاستقرار الفني، تولي القياده الفنيه للكابتن حسام حسن والجهاز المعاون ليه بقى لهم كذا سنه، نقطه مهمه جدا، نقطه مهمه جدا للسنه النهارده احنا بنتكلم ممكن السنه الثالثه على التوالي. هو اللي بيتولى القياده الفنيه، يعني عارف كل كبيره وصغيره في النادي المصري، عارف كل كبيره وصغيره بالنسبه للاعبين، ده من ضمن العوامل المهمه في النادي المصري هو الاستقرار الفني. تاني حاجه الاستقرار في اللاعبين زي ما كابتن بلال قال، في تشكيله رئيسيه النادي المصري ممكن يخرج عنصر او اتنين بيتباع من النادي المصري، لكن عنده الهيكل الرئيسي، ده المهم في كره القدم انه يبقى عندك القوام الرئيسي، ممكن بتخرج منه عنصر او اتنين لكن عندك القوام الرئيسي اللي تقدر تبني عليه. دايما حسام حسن وابراهيم حسن موجودين في مكان، فدايما بتلاقي الرغبه في الفوز، دايما عنصر الحماس موجود، هم زرعوه في لعيبه النادي المصري. حتى زي ما انت بتقول يا كابتن سيد، شفنا المباريات السنه اللي فاتت خرجت 2-0 المباراه الاولى، المباراه الثانيه كانت 2-0 برده، وكان بس المباراه الثانيه النادي الاهلي ادى فيها كان مميز فيها، لكن المصري كان راجع من مباراه افريقيا وقتها، كان النادي الاهلي متسيد اللقاء كاملا. الاهلي كنا المباراه دي كان فيها مثلا 97 و98 مواليد 97 و98 يعني الجزار، وكان فيها احمد حمدي ومحمد حمدي ومحسن واكرم توفيق، كل دول كانوا تحت السن طبعا، وكانت المباراه برضو بالنسبه للنادي الاهلي يعني النادي الاهلي الدوافع خلاص، انت فزت بالدوري، النادي المصري الامور بالنسبه له كانت لسه راجع من افريقيا، كان عنده اجهاد، فضل الكابتن حسام يلعب باللعيبه برضو نفس اللعيبه، ما عملش تغيير. كانت المباراه الثالثه برضو كانت بين الاهلي والمصري السنه اللي فاتت، هي السوبر المصري مزبوط، اللي كانت في الامارات وانتهت بفوز وليد ازار. فدايما بنشوف مباراه الاهلي والمصري مباراه قويه، مباراه فيها نديه،
يعني احنا لو احنا بنقول مباراه القمه بين الاهلي والزمالك، اهلي واسماعيلي، لا ممكن تدخل لثالث مباراه هي الاهلي والمصري في الدوري المصري اللي بيتفرج عليها ناس كتير، بيتابعها ناس كتير. يعني هتبقى مباراه طبعا يعني نتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يفوز فيها وتبقى البدايات قويه في الدوري، لكن المكسب مش هيجي بالسهوله فيها زي ما احنا ممكن نتوقع، لا هيبقى فيها تعب، فيها شغل، فيها لازم اللاعبين يعني تعرف ان دي المباراه الكبيره لازم البدايه بتاعتها تبقى قويه. طيب متواصلين معاكم من خلال صفحتنا على الفيسبوك، يمكن بعض الرسائل كتيره جايه لنا في الوقت الحالي هنحاول ان احنا نشارككم فيها. طبعا يمكن دي الوقت بالنسبه لنا بنحاول ان احنا نجيب او ناخد اكبر عدد من الناس اللي بعت لنا ونتواصل معاكم طبعا بالتاكيد. يعني الدوري في بدايته، البقاء للاقوى والاهلي اقوى فريق في افريقيا، ده سيد خلي بالك عشان سيد حسن انا بقى عندي 41 سنه فهتلاقي بشوف الاشاره ارقام الاشاره دلوقتي بالعافيه. اللي بعده على طول عمرو سعيد البسيوني بيقول الاهلي بيكسب علشان نادي عظيم، ما تخافوش على الاهلي حبيبك يا سيد. الله يخليك يا عمرو، تسلم. الاهلي باذن الله. عبد الحميد حافظ بيقول الاهلي باذن الله بطل الدوري. الصبر جميل، صبر جميل طبعا في الدوري، المشوار لسه بيبقى بعيد جدا وطويل جدا. محمد عماد الاهلي افضل فريق واحلى لاعب بالنسبه لي من وجهه نظر محمد عماد هو ناصر ماهر. احمد البراشي افضل لاعب محمد شريف. محمد شريف بدا ياخد ارضيه كبيره جدا بلال، بدا ياخد ارضيه كويسه والثقه بينه وما بين الجماهير حتى مش في الجهاز الفني بس، بدا ياخد ارضيه كويسه ودي حاجه كويسه. اه طبعا حاجه كويسه جدا، اللعيب بيكتسب ثقته من المدير الفني ثم من الجمهور بتاعه. وده اللي حصل المباراه اللي فاتت. انت المباراه اللي فاتت انت اوريدي خدت واخد الثقه من مستر كارتيرون. اوكي خلاص، انت بعد ما سجلت الهدف ابتدى الجمهور يثق فيك هو كمان. اوكي دي حاجه مهمه جدا ترفع معنويات اي لاعب يا كابتن. تمام، خلي بالك يعني في رسائل كتير جدا يا سمير، برضو كنا عايزين نتواصل مع الناس، ناخد برضو خمس ست رسائل كده كمان عشان الناس ما تبقاش يعني تبقى عارفه ان احنا متواصلين معاهم ويهمنا كمان رسائلهم. يعني لو في حاجه تانية هات ناخد شويه كمان لو سمحت. يعني عماد احمد احنا وقفنا عنده لاعب افضل لاعب. محمد عمر السلام عليكم كابتن سيد، انا محمد عمر من اسيوط، ربنا يوفق الاهلي اللي بيفرحنا. اللاعب اللي لفت انتباهي هو زولا لاعب بتروجيت، انا قلته معاك لعيب هايل. انا معاك طبعا، لعيب كويس قوي احمد زولا. محمد ومصطفى العمده السلام عليكم كابتن سيد ومبروك البرنامج الجديد، وانا وانت منور الشاشه ربنا يخليك. معلش فين صلاح محسن يا كابتن واخبار وليد سليمان وتحياتي لضيوفك الكرام. صلاح محسن يا كابتن سيد، بس قبل ما تروح رساله ثانيه، انا من اللعيبه اللي انا بحبها جدا صلاح محسن، مقتنع بامكانياته، عنده امكانيات كبيره جدا وامكانياته لو توظفت كمهاجم برضه يبقى مع وليد ازارو او مروان محسن خد فرصه، على ما اعتقد ان احنا ممكن نشوف مهاجم لمنتخب مصر مش للنادي الاهلي بس كمان. اظن صوت لصوتك يعني كل مواصفات اللعيب السوبر تمام موجوده في صلاح محسن. بس انا بشوفه مهاره، الجامب بتاعه عالي جدا، سرعه، شطه، وعنصر المهم جدا حاجة. عنصر السرعه بس الشغل على نفسه بقى يعني. انا برضه بشوف ان هو يلعب فاروق الثاني، فاهم قصدي؟ يعني ما يلعبش رقم تسعه، يعني ممكن يبقى ده فاروق الثاني جنب جنب وليد ازارو. وده يمكن بالنسبه لي انا شخصيا يعني، وده افضل توصيف لي في الملعب، يعني افضل مكان ممكن يلعب بيه في الملعب. السرعات دي، الانطلاقات اللي موجوده، المهارات، السرعه بالكوره، دي يعني دي ممكن تساعده لو لعب على اطراف الملعب، تساعده اكبر بكتير جدا من يبقى هو المحطه. بالعكس يعني يا كابتن بلال، انت النهارده يعني شفنا، لو شفنا مباراه الاهلي والمصري السنه اللي فاتت يا كابتن سيد، شفت الهدف اللي احرزه كان هدف الاول على ما اعتقد، الثاني احمد حمدي الاولاني هو الثاني. الهدف الثاني لو عندكم حلو قوي. هاتوا يا ريت لو عندكم سمير، يعني شوف المهاره في الاستلام والمهاره في السرعه وفي المهاره في انهاء الهجمه. الهدف في اياكس برضه يعني، لا يعني الاهداف، لا في شخصيه، في تحركات، الفينش بتاعه المهم للمهاجم، لا يعني هو بدا من هنا اهو. عمرو السوليه اللي ده مباراه المصري يعني هو اللي لعب له. بص الاستلام هنا، السلام على الجول على طول. طب بص الكره بطن رجله نفس بتاعه وليد ازارو يعني، بس دي من بعيد طبعا، وراح واستلم وحط بطن رجله في الزاويه البعيده. بس بلال دايما المهاجم لما بيحرز اهداف بياخد ثقه وبياخد ثقل وبياخد احساسه كبير، لكن في النهايه برضه لازم الشغل على 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 الحاجات اللي هي ممكن تبقى بالنسبه لك نواقص. بص يا كابتن، انا ليا وجهه نظر بس في الحته دي، لان دايما بص النادي الاهلي مش النادي الهلالي، المساحات اللي موجوده قدامك مش في كل المباريات صح؟ تمام؟ انت مش هتلاقي مساحه، انت دايما انا ليه بقول على طرف من الاطراف؟ لان دايما النادي الاهلي انت بتلعب، لو الفرقه اللي قدامك بتلعب باربعه، لا في ماتش الاهلي هيبقى اربعه وقدامهم اثنين،
الميد فيلدرز هتبقى موجودين قدامه، فمفيش مساحات هتقدر تشتغل عليها اللي هو الحاجات الطويله السريعه دي. ممكن تحصل في بعض المباريات، ممكن تحصل في افريقيا مع الاهلي والزمالك، المباريات الكبيره المباريات المفتوحه، لكن المباريات الثانيه المباريات الصغيره اللي انت محتاج فيها مكسب وممكن الامور تتعثر بشكل كبير ويبقى في زحمه في الملعب، لا انت عشان يعني يبقى عندك فيرويد لازم يبقى فيرويد قوي، لازم يبقى فيرويد محطه يلعب بظهره قبل ما يلعب بوشه، يعني يستغل قوته ويكون هو المان تارجت او المحطه اللي بتلعب عليها، لازم يبقى لعيب قوي، لعيب برضه مهاري، لعيب سريع، لعيب يقدر يحط الكره تحت رجله، وهو ودي بتختلف من لعيب للعيب. ده مش معناه ان مثلا وليد ازار وحش او صلاح محسن وحش في الحته دي، لا دي امكانيات لعيبه. يعني خالد بيبو من افضل اللعيبه اللي انا ممكن اكون لعبت جنبها، فيرويد لعيب تقيل جدا، لكن انا كنت بشوفه دايما ان هو يلعب على طرف من اطراف دايما يجي بوشه، هي دي دي الميزه اللي بتبقى موجوده عند اللعيبه اللي زي دي. فطبعا اكيد صلاح محسن لازم يشتغل على نفسه بشكل كويس جدا، لازم يطور نفسه، الفرصه هتجيله اكيد، الفرصه هتجيله. طبعا وليد ازار في حاله دلوقتي فنيه ما شاء الله عالية جدا، من اعلى المهاجمين في مصر دلوقتي، فما ينفعش ان انا اقعد. طبعا وليد ازار ازاي بقى استغل صلاح محسن مع وليد ازار وطبعا مع مروان محسن، طبعا الجهاز مقتنع بيه اداله مباراه الاسماعيلي، فازاي ابدا ادخل صلاح محسن واكسبه كلاعب هيبقى اضافه طبعا قويه في هجوم النادي الاهلي. طبعا يعني ممكن وليد صلاح محسن يبقى الافضليه ليه والافضليه للفرقه ان هو يلعب مكان وليد ازار، ممكن يعني في نفس البوزيشن مش مكانه، يعني وليد يبقى على الدكه، لكن انا شايف برضه ممكن استغل الاثنين في بعض الاوقات، في بعض الاوقات مش في كل من مش في كل الاوقات، وخصوصا لما يكون في مساحات او بلعب فرقه عندها دفاع امامي وطولي، مصر عندها دفاع امامي وطولي، بتظهر مساحات السرعات هنا بتبقى مطلوبه وتعوزها وتستفاد منها. المصري غير الاسماعيلي، الاسماعيلي فرقه بتحضر بشكل كبير وممكن تحضر بشكل عرضي كمان يا بلال، صح. المصري بيعتمد ساعات كتير جدا او نسبه كبيره جدا من لعبه على الامور الطوليه، صح، اللعب الطولي على الحته الطوليه. لو المصري كمان يعني مش من الفرق اللي بتلعب دفاع زون ديفنس وبتقفل بشكل كبير، لا المصري بيلعب كره هجوميه وبيضغط، حسام حسن عايز يكسب وبيهاجم، فممكن تلاقي فيه خطوط وتلاقي فيه مساحات في خط ظهر النادي المصري ممكن تقدر تشتغل بها من خلال وليد ازار ومن خلال السرعات اللي بتكون موجوده. طبعا يعني هنشوف مين اللي هيلعب بقى في التشكيل ان شاء الله في مباراه مصر، نبقى نقدر نتكلم عنه بشكل اكبر يعني. طيب برضو الحاجات اللي زي كده، الفرق اللي زي كده بتبقى انت تبقى حريص قوي قوي على الباص، حريص جدا على الباص، وخصوصا الفرق اللي بتبقى مندفع في الضغط امامي وعندها الحماس زياده قوي، حماس بيبقى حلو وجميل وكل حاجه، لكن بيبقى عنصر ساعات بيبقى ضدك، صح، بيبقى عليك مش ليك، صح، صح. لان انت لو معاك حد بيحتفظ بالكره بشكل كويس، الباص بيبقى بخيل جدا ان هو ما يبقاش تخسر الباص ده، باص في الثاني في الثالث في الرابع جاب لك خالد بيبو على طول. احنا معانا مخرج يعني ماشي معاك يا عم على طول، عبقري. طبعا خالد من الناس الممتعه جدا في اللعب يعني. طبعا فانت بنتكلم على اسلوب لعب يا كابتن بلال، ممكن يبقى عندك الباص الاول، الباص الثاني، الباص الثالث، انت مش هتدفع فلوس عشان تلاقي مساحات، المساحات هتبقى موجوده، صح، موجوده خلاص. فخلي الناس اللي معاك في الملعب تكون حريصه جدا في الباص، الباص ما يتقطعش وما يخسرش باص، وخصوصا في نص الملعب، صح. ودي يا كابتن سيد دي بتبقى طريقه لعب، طريقه لعب برده على حسب الفرقه اللي بتلعب قدامي. النهارده النادي الاهلي بلعب النادي المصري فرقه محترمه طبعا، فرقه بتضغط من الخط الامامي مش من الخط الخلفي، تمام، في بعض الاوقات، وبعض الاوقات النادي المصري زي ما لعب النادي الاهلي في بطوله السوبر كان بيضغط من الخط الخلفي، ما كانش بيضغط من الخط الامامي، كان بيلعب زون ديفنس، بيلعب نص ملعب، نص ملعب، ويبتدي خلاص لما الكره توصل نص ملعب يضغط على لعيبه النادي الاهلي. ممكن الكلام ده الكابتن حسام حسن يشتغل عليه برده بكره في المباراه المصري اللي جاي، ممكن ان هو يحضر ويضغط في نص ملعبه، هو ما يضغطش النادي الاهلي من نص ملعبه عشان ما يفتحش الملعب، لانه لما فتح الملعب في مباراه الدوري العام قدر، يعني النادي الاهلي كسب 2 وكان ممكن يكسب 3 و4، لانه عارف ان في سرعات عند النادي الاهلي. فبالتالي انت كنادي اهلي لازم حته الاستحواذ تبقى عندك مهمه جدا في المباراه اللي زي دي، لان المباراه دي بتبقى مباراه الفرصه الواحده بس، استحوذ بشكل كويس جدا في الملعب، استغل اللعيبه اللي عندها المهاره داخل الملعب، اشتغل عليهم بشكل كويس قوي، واستنى وانتظر ان انا ممكن تتخلق لي المساحه ان انا اشتغل عليها واعمل ثرو باس، ان انا اشتغل عليها واعمل 1 ضد 1، دي ممكن تتعمل في المباراه بتاعت المصري اللي جايه، لكن كون ان انت تلاقي مساحات وتلاقي مكان وقت للسرعات ما اعتقدش انها ممكن تكون موجوده الماتش اللي فات. يعني كابتن حسام حسن هو دارس النادي الاهلي بشكل كويس قوي، عارف ان الخطوط الاماميه بتاعت النادي الاهلي كلها لعيبه تمتلك سرعه ومهاره، مش هيديك المساحه انك تعمل كده. طب قول الو انت بقى. الو الو، هات الصوت ده الو تاني.
الو خالد بيبو يا كابتن كويس. يا عم بيبو صح. احنا عمالين نقول يعني من الناس اللي هي ممتعه جدا في كره القدم، عندها السرعه وعندها المهاره وعندها كل حاجه، وعندها يعني ما شاء الله كمان العمليه التهديفيه والحس التهديفي، كل حاجه ما شاء الله يا خالد. واحد من الناس اللي انا كنت مستمتع جدا باللعب معاهم بالتاكيد، واحد من الناس المميزين جدا جدا في الخط الامامي، ولو موجود في الوقت الحالي وبيلعب ب 4 2 3 1 زي ما انت قلت كان يبقى افضل من كان ليه، هو الحته الشمال دي. لكن كل الناس يعني بتحبك قوي يا بيبو، معنا خالد بيبو طبعا مدير اكاديميه النادي الاهلي. ببارك لك الاول على البوزيشن، ويا رب ان شاء الله الرحمن بالتوفيق يا خالد. ربنا يخليك يا كابتن، وعوده حميده للاعلام، بس توحشنا اعلام، وانت بتشتغل في اعلام. انت فاكر ايه؟ يعني انت فاكر ايه؟ انت فاكر ايه؟ احنا في الشغل الاجباري يعني ما شاء الله. بعدين خلي بالك انت عامل لي احسن جول في حياتي، انا جبت المنصوره اكيد. ها المنصوره طبعا. طبعا جول ممتع جدا. ربنا يخليك يا فندم كده إيه؟ خدها وبعد كده حطها من فوق الجول في زاويه بعيد. بالتوفيق كلنا منك. اتفضل اتفضل. وبسلم طبعا على كابتن احمد بلال وكابتن اسامه، ومعاك نجوم النادي الاهلي والناس اللي كانوا يعني ليهم دور في الناحيه الهجوميه بالنسبه للنادي الاهلي، وازاي كانوا بيستغلوا الربع فرصه. انا بدور على الربع فرصه دلوقتي، مين اللي بيقدر يشتغل عليها؟ معاك اثنين نجوم كبار جدا يعني. طب لو معاك عندك تلفزيون يا خالد، ربنا لو كرمك بتلفزيون مثلا 24 بوصه حتى مش مشكله، لو انت بتتفرج علينا دلوقتي، ده الجول الثالث في مباراه الاهلي والزمالك 6-1. اوكي؟ يعني بلال طبعا كان بيحضن على مصر كلها، بلال يعني بياخد كل اللعيبه في ظهره، وانت داخل اكنك بتركن بنالتي. يعني دي ركنه بنالتي، مش شوطه ابدا ولا تصويبه بشكل كبير ولا حاجه، رغم من العدد الكبير جدا. لا هات الكره دي تاني، معلش هات الجون الثالث تاني. يعني من الاجوان الممتعه قوي اللي كل ما اجي اسالك انسى. يعني وانت انت شايف منصف، يعني شايف منصف موجه بشكل كبير قوي، ولا انت عملت فكرك فيها كان جاي ازاي؟ والله يا كابتن عارف انا اعتمدت في الكره دي اكتر على قوه بطن رجلي، يعني انا الحمد لله بطن رجلي كان قوي جدا، وكنت بقدر اوجه كويس قوي بطن رجلي الكره من على 18. وبصراحه بلال خد 4 لعيبه من نادي الزمالك خلوهم كانوا مركزين معاه، ولما هو سند الكوره ورجع الخطوه لورا بحاجه رؤية عن كل اللعيبه مع كمان الرؤيه عن عمان. انا كنت اخد قرار من بعد ما الكوره بعدت عن بلال نص متر ده، كنت انا اخد قرار ان انا احط بطن رجلي في الزاويه دي، واتحط بشكل كويس جدا، وانا كنت حاطط فيها القوه المناسبه وكنت موجهها. اهم حاجه في انت تشتغل مره 18 التوجيه يبقى جيد. فالحمد لله ربنا كرمني بالتوجيه كان جيد مع المساحه اللي فضاها لي بلال ان انا اشتغلت فيها، وانا كمان كنت جاي من نص الملعب، فكنت شايف الكوره بشكل كويس جدا، والكوره كانت على 18 والتوقيفه بتاعت بلال كمان الكوره زي ما نقول ايه معفر غير متوقع في الكوره. الكوره كانت صريحه، فقدرت ان انا احط بطل رجلي جامد من على 18. بعد كده بقى يعني سلسله من الاهداف، 4 اهداف. يعني عايز اقول لك ان لينا موقف مع خالد بيبو انا عمري ما انساه ابدا بعد الماتش ده يا كابتن اسامه وكابتن بلال، كنا في الشرقيه. انا مش عايز اقول لك خالد بيبو ده ما مشيش على الارض، والله ما بهزر، كنا في اتوبيس ونازلين ما مشيش على الناس شايلاه، الناس شايلاه وماشي. ف طبعا خلي بالك يا كابتن سيد، خالد بيبو يعني اهدافه من الاهداف الحلوه اللي يعني دايما لما يعني بيعمل الحاجات اللي مش متوقعه في الكوره. يعني زي الجول اللي الزمالك دلوقتي، اي حد يتوقع ان خالد بيبو يحط وش رجله ويسدد، لا دايما بيعمل حاجه مش متوقعه انه يركنها في الزحمه. فدي كانت يعني ميزه اهداف خالد بيبو دايما في كل مبارياته. يعني ما تنساش ان اتفضل عايز اقول لك موقف مهم جدا، الله يرحمه طبعا الكابتن طارق سليم، كان دايما بيقول لي يا ابني بره ال 18 حط وش رجلك. بيبو سامعني؟ اتفضل. كان يقول لي دايما بره ال 18 ما تحطش بطن رجلك، حط وش رجلك. كابتن طارق، كابتن طارق سليم، يا ابني لما تيجي بره ال 18 حط وش رجلك، مالكش دعوه عليا انا، بس يعني انا هعملها زي ما انا بقول. بعد الجون ده قال لي لا العب في بطن رجلك عادي. الله يرحمه شخصيه عظيمه كابتن طارق سليم. خليني اقول لك بقى، انت فاكر الجون السادس؟ يعني انا عامله لك نموذج برضو، يعني انا عامل لك الجون السادس نموذج. قطع هنا تخيل. مش خالد بيبو، ما تجابوش خالد بيبو تاني، خلاص خلاص ده ما يدخلش تاني. يعني انا جايبين خالد بيبو عشان اللقطه دي.
بالتوفيق بالتوفيق لخالد بيب. الشخصيات الجميله خالد بيب. طبعا طبعا لعيب هايل الحقيقه. طبعا عنده اهم حاجه في الكره في الوقت الحالي يعني سابق العصر. هو عنده سرعه وعنده المهاره وعنده كل حاجه. صفقات المصري يا كابتن بلال، محمود حمد كان صفقه انتقال لحر. رجع لنا بيبو. انا معاك يا كابتن بيبو. معاك يا كابتن. كنت بفكرك بالجول السادس، عامله لك برده ربط فظيع يعني. مدحت عبد الهادي طلع فانا يعني راح اديتها لك انت والجول انت ومنصف خالص. بص يا كابتن، اللعيب السريع لا يمكن يقدر يلعب كوره الا اذا كان عنده تخطيط كويس. طبعا. وبصراحه في الميزه يعني في الجيل بتاعنا ان احنا كنا فاهمين بعض كويس قوي وبنلعب بعض على امكانيات. ما كانش حد يلعب حد على غير امكانياته فكان بيكشفه، لا. احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نشتغل على امكانياتنا الموجوده. طبعا انت عارف وليد صلاح جنبي، انا افتكرت في حاجات في الماتش ده كوميديه جدا كوميديه جدا. في موقف مع محمد ابو العلا، طبعا انا بحبه جدا نجم نادي الزمالك، وفي موقف مع وليد صلاح. وليد صلاح وانا ماشي بالكوره عمال يقول لي ايه انا جنبك. طبعا انت عارف وليد كان بيغرينا ليله الماتش وبعد الماتش يجيب لك شوكولاته كده ويقعد يقول لك ايه انت عارف مربى باللوز مربى باللوز اديك سندوتش مربى باللوز يعني بحبها قوي. بيقول لك الشوكولاتات وبتاع واحنا ماشيين انا وهو او انا ماشي بالكوره عمال يقول لي يعني بصيها الوليده كان هو لسه نازل طبعا وعايز يلمسها كتير. فانا شايف خالد بيبو، انا شايف خالد بيبو وعارف كويس قوي ان هو ممكن يروح انفراد. خالد انا يعني بتمنى لك التوفيق كمان في البوزيشن بتاعك وتطلع لنا عناصر كويسه وانت اهل لكل حاجه تمسكها، وان شاء الله الرحمن بالتوفيق يا كابتن خالد. ربنا يخليك كابتن سيد، ومستمتع بيك ومستمتع طبعا بالمحافظ بتاعنا الاستاذ الكابتن احمد بلال وكابتن اسامه حسني. يا رب اتمنى لكم دايما التوفيق، وتتابعونا في قناه النادي الاهلي قناه نادينا الكبير، وعليكم مسؤوليه كبيره يا كابتن سيد في الفتره اللي جايه دي ان شاء الله ربنا يكرمك. كل مكان اروح اقول لك عليك مسؤوليه. ماشي يا كابتن. عليك مسؤوليه على طول. بص يا كابتن سيد التيشيرت احمر هتفضل تتفرج عليك مسؤوليه. التوفيق يا ابو كمال. التوفيق يا كابتن خالد. التوفيق يا كابتن خالد. طيب نرجع تاني للمباراه. خلاص احنا وقتنا بيدهمنا خلاص يعني. صفقات المصري، محمود حمد كان من طلائع الجيش، احمد خالد من المصري، احمد خالد اللي هو الباك ليفت. عمر كمال عبد الواحد كان راح لبيراميدز او كان الاسيوطي ورجع لهم تاني. في فلسطيني اسمه محمود وادي، ده مهاجم نادي الاهلي الاردني، بيقولوا عليه مهاجم مميز الفلسطيني. محمود وادي كنت شفت اهداف ليه كده. طبعا عوده عمر كمان عبد الواحد برضو يعني شفناه في الاسيوطي السنه اللي فاتت ظهر بشكل مميز. حتى استعان بيه الكابتن علي ماهر السنه اللي فاتت بالرغم ان هو كان بيلعب باك رايت، استعان بيه كمهاجم ان هو عنده سرعات كبيره فاستغله كابتن علي ماهر بشكل مميز السنه اللي فاتت. على ما اعتقد عودته برضو النادي المصري هيبقى اضافه قويه. عمر كمان عبد الواحد، ايزي اللي هو لاعب النصر التقديم ده تقريبا ديفندر يعني بيلعب في نص الملعب. ايزي ايميك يعني. وحجاج عويس ده اللي هو من نادي النصر، هو تقريبا سيرد باك يعني. ومحمد جابر يمكن اكتر واحد خد صح في المباراه لعب المباراه اللي فاتت. لعيب كويس، خلينا نقول لعيب كويس. لعيب عنده سرعه وعنده مهاره، بيعرف يعمل كروسات بشكل كويس قوي. ما ظهرش بشكل الجيد المباراه اللي فاتت بشكل كبير يعني، ولكن برضه فرقه المصري كلها ما ظهرتش بشكل جيد. وده مؤشر ايجابي برضه للنادي الاهلي، لانك انت فرقه المصري برضه ما قدمتش المردود الايجابي او ما قدمتش الكره اللي كانت منتظره منها، وحتى الروح كمان ماتش الجونه تقصد؟ في لا المباراه اللي فاتت مباراه الجونه. الكلام على الجونه يعني، وكان من السهل جدا ان هم كانوا يخسروا المباراه. يعني اول مره بشوف النادي المصري يا كابتن سيد، عشان كده بقول لك المصري هيلاعب الاهلي باستراتيجيه مختلفه شويه، ان هو هيقفل في نص ملعبه، مش هيهاجم، مش هيسيب مساحات، لانه لما ساب مساحات الماتش اللي فات مع الجونه كان ممكن الشوط الاول تخرج نتيجه 3-0 للجونه. هيقفل بالظبط زي ما كابتن ميلاد بيقول، في كانت مباراه السوبر بالظبط. هيلعب نفس بنفس طريقه حتى طوال 90 دقيقه. وفي الاكسترا تايم برضو لولا الخطا كان بتاع حارس مرمى المصري، استغل وليد ازارو طبعا وحطها، هو ده اللي حسم اللقاء. وكان طول المباراه بيلعب لعيبه نادي المصري في نص ملعبها، وكان بيلعب برضه مان تو مان، كل واحد مع واحد في نص الملعب، فضيق المساحات على لعيب وسط النادي الاهلي في كانت مباراه السوبر ليج. طيب قبل ما اخد رايكم بقى، خلاص الاسبوع الثاني هيبدا من بكره بلقاء وحيد، هو لقاء الزمالك مع الاتحاد، هيبقى الساعه 8. خلينا متفقين ان مباراه الاهلي والاهلي والمصري هتبقى مباراه شرسه. اكيد مباراه فيها شراسه. مظبوط كده يا كابتن اسامه؟ طبعا طيب. كل مباراه قويه. لا كمان دي مباراه فيها شراسه، فيها شراسه في الالتحامات والاشتراكات وكيفيه الالتحامات، ان انت تاخد الكوره، وده مهم جدا، والكوره الثانيه بالذات. يعني الكوره الثانيه بالذات الخطوط لازم تكون قريبه، يعني ما تبقاش بعيده عشان ما حدش يستغلها، وتستمر الوقت اطول فتره ممكنه. يعني انا من النوع اللي ما بستعجلش او ما بكهربش
في احراز الفوز في الاول صح. يعني تمام، وده اللي اقصده من الفرقه الثقيله. دايما الفرقه الثقيله يعني ما بتبقاش من الكهرباء، لو صح. لو الفوز اتاخر شويه، لو الفوز اتعطل شويه ما تبقاش من الكهرباء، لو دخل حتى في الجول ما يبقاش فيها كهرباء، بيبقى فيها تقل. طالما عندي الامكانيات ما اتكهربش يعني. انا عندي الامكانيات واقدر اسجل في اي وقت، وعندي اللعيبه اللي تقدر تصنع لي الفارق، وعندي كمان دكه بدلاء لما احتاج ان انا اغير الاقي لعيبه في الملعب عندي ممكن تصنع لي الفارق. هي الفرق الكبيره كده. الميزه ما بتبقاش بس في اللعيبه اللي داخل الملعب بتساعد، الميزه بتبقى في اللعيبه برده كمان. العنصر بقى المهم لازم لاعبي النادي الاهلي يستغلوه هي الفرص. الفرص لما بتظهر لازم اسجل من اصناف الفرص، زي مباراه الاسماعيلي لو خلصت المباراه بدري انت بترتاح، تبدا حتى المدرب بتاع الفريق المنافس بيبدا يغير طريقه لعبه، بيقدر يفتح، تقدر تظهر مساحات تقدر تشتغل فيها. فهي احراز الفرص وخاصه بدري دي من العناصر المهمه في المباراه الكبيره. اوكي، عندك رسائل مبعوثه لنا نقرا. طيب يلا اتكل على الله، اتكل على الله. الاهلي بطل الدوري في والصبر جميل، احنا قلناها دي ايه دي جديدة؟ أنا قلت يسر العوادلي قبل كده. إيش؟ محمد عبادي أبو حنين بيقول الأهلي أفضل لعيبة في مصر، أو الأهلي يمتلك أفضل لعيبة في مصر من رأي محمد. طبعًا بالتأكيد هو عنده أحسن لعيبة موجودة، ويا رب بالتوفيق إن شاء الله الرحمن ليه. أحمد شاور، أحمد شاور قال الأهلي أحسن فرقة في الأسبوع الأول بالأداء والاستحواذ لولا الحظ والتوفيق. ما إحنا قلنا أنت بتجيب الحاجات المقررة ولا إيه؟ والله مش قلنا كده يا بلال؟ قلنا كده. ماشي. احمد رمضان، يا ريت يا كابتن اعتمد على باكاماني وناصر وازارو في الهجوم، الفكر مع السرعه هتفيدنا قوي. خلي بالكم الناس خلي بالك بدات تبقى في حته الامور الفنيه بالنسبه لها عاليه جدا. صح. يعني بيتكلموا بشكل كبير جدا. حسن قاسم بيقول اضافه قويه لقناه الاهلي، سعداء بوجودك وربنا ورجعنا نتفرج على القناه عشانك ربنا يخليك. طبعا كل الناس بتتفرج على القناه عشان الاهلي. اخد رايكم في الاسبوع الثاني يا كابتن اسامه، كابتن بلال، وهل ممكن من وجهه نظركم الاداء يتغير شويه في كل الفرق، ولا من وجهه نظركم ممكن نستمر شويه كمان عبل ما الاداء يبقى احسن من اللي شفناه في الاسبوع الاول؟ يعني الزمالك والاتحاد السكندري ممكن الاداء يتحسن شويه، ممكن اداء نادي الزمالك يتحسن شويه. الاتحاد المباراه اللي فاتت ادى الشوط الاول جيد جدا من وجهه نظري، ممكن مع ارتفاع طبعا اللياقه البدنيه مع الجاهزيه البدنيه ممكن الاتحاد برده يقدم مباراه كويسه. الاتحاد عنده عناصر لعيبه مميزه وعنده دكه بدلاء كمان مميزه. الزمالك ممكن برده يعني انا سامع ان هو الزمالك ممكن يعمل اربع تغييرات في التشكيل، ده ممكن ياثر برده سلبا او ايجابا على حسب برده جاهزيه اللعيب، لكن الاداء ممكن يرتقي يبقى افضل من الاسبوع الاول. رايك كابتن اسامه؟ المباراه الثانيه لكل فريق هتبقى اقوى طبعا، خلاص كل مدير فني حتى بدا يتعرف اكتر على لاعبينه، كل لعيب اكتسب لياقه المباريات. النهارده المباريات اللي قدامها فتره اعداد تبقى مختلفه تماما عن المباراه الرسميه، دي تاني مباراه حتى اللعيبه اكتسبت اللياقه الذهنيه والبدنيه للمباراه. اتمنى في الاسبوع الثاني، دي الحاجه اللي اتمناها من الاسبوع الاولاني، لكن احنا بنتمنى بقى في الاسبوع الثاني الاخطاء التحكيميه تقل. النهارده الاخطاء التحكيميه كانت موجوده في المباراه في اول اسبوع في الدوري، كان في اخطاء مؤثره جدا. شفنا هدف وليد ازارو كان هدف صحيح بتاع سليف كلوبالي، الكوره ما فيهاش اي حاجه خالص وهدف. طب هوريك لقطه بقى طالما انت جبت السيره. الحاجه الثانيه برضو اللي انا شفتها كنت امبارح كان طلاع جيشي ضرب الجزاء، وضرب الجزاء صحيح جدا اول امبارح. اول امبارح عايز اوريك بس لقطتين كده وقول لي ايه الفرق بينهم. لو طلعت اختلاف ممكن يبقى ليك جايزه. هات لي الصورتين اللي عرضناهم في الانترو. يعني لو طلعت اختلاف فيهم تديني 10 جنيه غير بس هديك 10 جنيه ما صرفتها خلاص. طيب 10 جنيه كان زمان رقم كان افضل من زمان 10 جنيه صحيح. ايش عامل ايه الكره بتاعت هدف المصري في الجونه وكره كلوبالي اللي احتسبها جهاد جريشه فاول او خطا على كلوبالي وعلى اثارها لغى هدف النادي الاهلي اللي من وجهه نظر طبعا انه هدف صحيح وده احتكاك طبيعي جدا واحتكاك في الهواء ما فيهوش اي مشكله ما بين واحد راكب الكره اصلا وخلاص معدي الدنيا على الاخر وواحد لسه بيدوبك بيفكر ان هو يعمل الجامب. نفس الكلام نفس الصوره نفس الشكل نفس يمكن بص وده هدف ودي جت هدف ده هدف المصري في الجونه وده هدف الملغي للاهلي في الاسماعيلي قريبين جدا يا كابتن ولاد. خلي بالكوا هدف المصري صحيح بس كلوبالي لابس احمر هذا الاختلاف بس الاختلاف ان هو لابس احمر لابس احمر بس
يومنا خلص النهارده، ما فيش غير ان انا اشكر ضيوفي كابتن احمد بلال، شرفتني. ربنا يخليك يا كابتن سعيد، تسلم. شاكرين جدا، نتقابل على خير في يوم ثاني باذن الله. باذن الله تعالى. شكرا يا كابتن اسامه، شرفتني. شكرا يا كابتن سعيد، وكنت سعيد ان انا موجود مع كابتن بلال. ربنا يخليك يا كابتن اسامه، تسلم. يومنا خلص النهارده، نتواصل معاكم على خير باذن الله من خلال صفحتنا، وحتى لو انتم بعتوا متاخر بعد الحلقه ولا حاجه، او بعد اليوم ما بيخلص ولا حاجه، ان شاء الله الرحمن ممكن بكره ننظر فيها او نشوفها او نستفاد من ارائكم واقتراحاتكم. يومنا خلص النهارده، لكن تواصلنا معاكم مخلص. بكره ان شاء الله الرحمن ميعادنا الساعه 10 باذن الله، هنكون موجودين معاكم هنا، تغطية أو كلام على مباراة الزمالك والاتحاد السكندري.